بسم الله الرحمن الرحيم. checking sound. بسم الله الرحمن الرحيم. هندي 5 دقايق بس أو 3 دقايق يا جماعة لحد ما نتأكد إن كله دخل. طب هعمل تشيكينج اجين للساوند، الصوت واضح كده، كل واحد يتأكد من عنده. كله يعمل شير بسرعة يا جماعة عشان زمايله، في دقيقة كده كله يعمل شير عشان أبدأ. ماشي يا سيف، شيرنج بس سريعا يا جماعة عشان يوصل للكل، عشان في ناس بتوه شوية في البحث عن اللينك أو الأكاونت بتاع التايم لاين. introduction كده سريعة قبل ما أبدأ، عايزكم تركزوا في كل الديتيلز اللي هشرحها. تمام، هميل أكتر في الشرح لحتة practical، إن أنا already شرحت الكلام ده قبل كده، فهحاول إن أنا أميل أكتر في الشرح للجزء العملي اللي انت تستفيد بيه، اللي تقدر تطبقه في حياتك العملية في الكلينيك بتاعتك. اغلب الحضور سنة 5 فهيبقوا متخرجين السنة الجاية ان شاء الله، فعايزك تبدأ تشتغل الحاجات دي in a clinical point of view، مش بنظرة نظري بس. هتركزوا معايا على الاجزاء النظرية البسيطة اللي هنقولها، كل كلمة هقولها عايزك تركز فيها وتحفظها كويس. الكلام هيبقى بسيط، مش هصعب الأمور عليك، عايزك تبقى فاهم، مش عايزك تبقى حافظ أي حاجة، متحفظش ورايا ولا كلمة، افهم بس. المراجعة دي هتبقى كفاية بالنسبة لك إنك هتفهم فيها كل حاجة بشكل واضح وصريح. دقيقة بالظبط وهبدأ على طول. يلا
خلاص كله عمل شير. انا قدامي دلوقتي حوالي 250 فيو، 250 فيو كنا عاملين شير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله يا جماعة. نبدأ بأول حاجة، بنيجي نتكلم على anterior composite يا جماعة، يبقى بنميل في أكتر حاجة بنتكلم عنها class 4. anterior composite يعني class 4 class 3 class 5، بس أكتر حاجة مميزة عندنا لو عرفت تشتغلها صح هتعرف تعمل باقي سهل معاك، اللي هو class 4. طيب نبدأ بأول خطوة بتاعتنا، ايه الماتريكس سيستمز اللي انا بحتاجها وانا شغال في كلاس 4؟ ايه اللي انا هحتاجه بالظبط بالتحديد؟ اللي عندك في الماركت حاجات كتير، عندك حاجه اسمها المايلر ستريب بتاع شفافه كده بلاستيك بتقدر تستخدمها تمام، لكن هي مشكلتها انها فري هاند، يعني هتشتغل من الاول للاخر فري هاند، بالاتال شيل ميزيال ديستال، دي اول حاجه. المشكله الثانيه انها بتعمل فلاتنينج للكونتور، الكونتور بتاعك بيطلع فلات، ما بتعرفش تاخد الراوند سيرفيس بتاعه، وبالتالي هي ارخصهم لكن اسوأهم في الشغل. في حاجه اسمها السيلولوت ماتريكس، في ناس بتجيب السيلولوت كراون وتقطع منه حته وتستخدمه، بس اي دونت ريكومند ات، بحس انها مش حلوه ومش اكيرت قوي في الشغل. في حاجه جميله قوي اسمها البايو كلير، البايو كلير جميله جدا، بس مشكلتها ان كل سيرفيس بتحتاج الماتريكس الخاصه بيها. يعني عندك مثلا الميديا سيرفيس بتاع السنترالز بتجيب لها الاي 101، الديستال اي 102، بتاع الكناين اي 103 وهكذا. فمشكلتها انها مكلفه شويه، هتحتاج منها كتير، والشغل بتاعها بصراحه بيطلع تحفه، بيطلع جميل، بس هتكلفك شويه. طيب انا يا دكتور ما اقدرش على ده او ده او ده، يبقى نتجه للاونيكا. الاونيكا جميله رائعه، بتديك الميزيال والديستال والسيرفايكال كونتور، التلاته بيطلعوا معاك 10 على 10، بس مشكله الاونيكا الوحيده الادابتيشن بتاعها صعب شويه. في ناس تقول لك يا دكتور انا ما اقدرش حتى اجيب الاونيكا دي، يبقى هتجيب الطفل ماير باند العاديه خالص وتقطع منها بالسيزر بشكل راوندد وتعمل لها ادابتيشن بنفس الشكل. ممكن تدخل على اليوتيوب تشوف ازاي الادابتيشن بتاع الطفل ماير ازاي بنحولها للاونيكا، هتلاقي لها فيديوهات كتير قوي. يبقى دي رابع واحده بنستخدمها. ايه كمان يا دكتور ممكن نستخدمه معانا؟ في الباليتال اندكس، وده احسن حاجه بتشتغل بيها لما تيجي تعمل كلاس 4. يبقى احسن حاجه بشتغل بيها لما اجي اعمل كلاس 4 الباليتال اندكس، بعدها على طول الاونيكا بالترتيب كده تمام، بعدها على طول البايو كلير، بعدها على طول المايلر ستريب باخر حاجه. يبقى انا لما اجي اعتمد واشتغل كلاس 4 هتاخد امبريشن للبيشنت، دي الطريقه الاندايركت، وتشمع عندك في العياده كده وانت قاعد رايق، وبعد كده تعمل اندكس. مش عايز اعمل كل ده يا دكتور، هياخد مني وقت كبير. يبقى هتجيب اولد كومبوزيت عندك في العياده، اي كومبوزيت قديم او رخيص او اكسبايرد، وهتعمل بيلدنج اب للسنه، وبعد كده تاخد امبريشن ليها تمام. بس امبريشن بقى مش هناخد، هنعمل باطي على طول دايركت، يعني هتجيب حته رابر بيس صغيره كده وتقوم عامل امبريشن للسيرفس كله، هوريك الصوره بتاعتها بتعمل ازاي، وبعد كده بتاخدها تعملها تريمينج وتستخدمها كباليتال اندكس ليك. طيب كده وضحنا الماتريكس سيستمز اللي بتشتغل في كلاس 4. في ناس ما تعرفش ان في ماتريكس سيستمز موجوده لكلاس 5 كمان، معتقد ان كلاس 5 كله بيتعمل فري هاند. لا، مشكله الكلاس 5 الكونتور بتاعه، شكل الكونفكس اللي انت بتشوفه ده اهو، ما بيطلعش معاك بسهوله بالبير. ففي واحد اخترع لك ماتريكس جميله قوي بالشكل ده، بتحطها على السيرفس بعد ما تكون عملت ادابتيشن للكومبوزيت بتاعك الفاينل لاير، يعني هتبني الكومبوزيت كله الاول عادي وتعمل له كيور، وتسيب اخر فاينل لاير 1 ملم وتحطها وتعمل كومبريشن بالماتريكس اللي قدامك ده اهي، وتضغط على السيرفس بتاعك هتلاقيها واخدت الكونتور بشكل راوند جميل قوي. طب يا دكتور دي موجوده في الماركت؟ موجوده في الماركت بس مكلفه شويه، لكن فيها كل المميزات، مفيش فويدز، فليكسبل معاك جدا، هتديك الكونتور اللي انت عايزه، هتديك السيل اللي انت عايزه، هتبقى سهلة قوي في الادابتيشن بتاعها، لان بيجي معاها هاندل كده بتقوم ضاغطها جوه الماتريكس نفسها، بتركب في الماتريكس، يعني الماتريكس اللي انت شايفها في الصورة ده اهي تمام، هتلاقي طالع منها بوص صغير كده، دي بيركب فيها هاندل، او ممكن تعملها بايدك بتوزر لو عايز، بس هي بيجي معاها هاندل، بتضغط يديك الايه السيرفس بتاعك مظبوط وشكله حلو وجميل جدا. لا يا دكتور انا هشتغلها فري هاند، مفيش مشكلة، انا بحاول اعرفك كل حاجة موجودة في الماركت
وانت بعد كده حر في اختيارك. في اولد سكول بتقول لك ان انت ممكن تشتغل بالميتال ماتريكس في كلاس 5، بس دي انديكيتد في حالات الكيميكال كيور كومبوزيت ريزنز، واحنا اغلب اللي موجود في الماركت دلوقتي لايت كيور، فمش هتنفع لان مش هيعدي منها اللايت، فانا بعرفها لك بس عشان في ناس لسه بتستخدمها. طيب عرفنا الماتريكس سيستمز اللي احنا بنستخدمها، واحنا عملنا موست ريكومنديشن للبلتا الاندكس وقلنا انها احسن حاجه بشتغل بيها. نعرف بقى بعد كده المرحله الجايه الليرنج بتاعي ازاي، ببني ازاي، هل ببني بنوع كومبوزيت واحد ولا بنوعين ولا بشيدين، ولا الدنيا بتمشي ازاي يا دكتور عشان احنا بنتوه فيها. انا هسهلها لك وهبسط لك الموضوع خالص. هيجي لك حاله في العياده سيمبل خالص، السنه واخده لون واحد بس، السنه واخده لون واحد بس. في الحاله دي بنعمل حاجه اسمها سيمبل ليرنج تكنيك. بص عندي على الصوره دي هتلاقي جزء معمول هاش زون، تمام، اللي هو المخطط ده، والجزء الساده. الجزء الساده ده هتحط فيه شيد دنتن شيد، والجزء اللي هاش ده هتحط فيه بادي شيد، مش انامل، بادي، لان الكنترول على البادي في اللون اسهل من الكنترول على الانامل، تمام. فانا بفضل في اللاير ده نحط البادي، نحط جوه الدنتن شيد، اتنين لايرز بس. يبقى انا هشتغل هنا باتنين لون بس، مش هستخدم اكتر من لون، مش هصعب الحكايه على نفسي. ممكن اشتغل يا دكتور كله وان شيت، يعني انا عايز اعمل حاله كلها وان شيت. ممكن في بعض الحالات، يعني في بعض الحالات ممكن تستخدم فيها بادي شيت بس وتلغي اللون ده اهو، خصوصا في حالات الكومبوزيت فينيرز، انك بتعمل مثلا من الكناين للكناين، فما فيش مشكله. لكن المشكله لما تعمل ميميك لسن نيبرنج، يعني انت شغال سنترال وعندك النيبرنج السنترال التاني عايز تعمل زيه بالظبط، هنا بقى بتيجي المشكله، انك ما انتش عارف ازاي تظبط اللونين مع بعض بالظبط، وبالتالي بتحتاج بتلعب بكذا لون. يبقى اول تكنيك سيمبل ليرنج تكنيك، لونين ورا بعض، الهاش زون بتحط فيها البادي، والجزء اللي هو البلوك زون ده ايه بتحط فيها اللون اللي هو بنسميه الدنتن شيد. ايه تاني يا دكتور؟ تيجي المرحله اللي بعد كده بسميها الليس سيمبل ليرنج تكنيك، هو نفس اللي فات ده اهو بالظبط، بس بنضيف عليه ان احنا بنحط ترانسليوسنت انامل. في انامل بيتباع اسمه ترانسليوسنت، شركه اينا بتنزله بتسميه الاو بي ان، جميل وممتاز وزي الفل. شركه شوفو بتنزله 10 على 10 برضه جميل وحلو، وبرضه شركه كير بتنزله، بس الاو بي ان ميزته انه بينزل كبسولات، فينفع مع طالب او ستودنت مش عايز يجيب سيرنج كامله مثلا زي بتاعه شوفو. شوفو بتنزله اسمه بيوتيفول انسايزل، اكثر من رائع بصراحه، ده عشان يديك الانسايزل هلو. يبقى هنا نفس اللي فات بس هنزود عليه حاجه واحده بس، اللي هو الترانسليوسنت انامل. لا يا دكتور انا راجل حريف ومحترف وعايز اصعبها على نفسي، وعايز اشتغل بقى ايه زي ما بتفرج كده على الاستال الايطاليان والحاجات اللي بتعقدني دي. يبقى هنتكلم على 3 دي ادفانسد ليرنج تكنيك. 3 دي ده بتعمل ايه بقى؟ هنا بقى مش هنستخدم بادي، هنا هتشيل البادي وتحط بداله انامل، وهتحط ترانسليوسنت، وهتحط اتنين دنتن، يعني مش دنتن واحد، لا ده انا هحط اتنين. الله، طب انا هحط اتنين دول على اساس ايه؟ انت خدت الدنتن شيد اوريدي عندك من السيرفايكل، وطلع وليكن الفاينل دنتن شيد اللي انت شايفه قدامك اي 3، يبقى لما تيجي تبني هتحط الاي 3 ورا وتحط فوقه الاي 2، فده يشف في ده فيديك لون في الوسط. طب ليه يا دكتور التعقيد ده؟ لان ربنا لما خلق الدنتن يا جماعه خلقه بجراديانت شيد، يعني انت لو جيت سن قعدت تبرد فيها، هات سن ناتشرال كده وشيل منها، هتلاقي الدنتن كل ما بتنزل لتحت كل ما بيغمق تحت، دي يعني جينجفل، تمام، او بلبل، وكل ما تطلع اوكلوزال هتلاقي الدنتن بقى بيغمق بيفتح. فقال لك عشان نعمل ميمك بالشكل الجميل ده اهو، ان احنا نستخدم كذا شيد، يبقى اتنين دنتن، واحد انامل، واحد ترانسليوسنت. واحد قال لك لا صعبها كمان واعمل بقى الايه 3 دي كاركترايزيشن ليرنج تكنيك وحاجه كده ايه معقده قوي، قام قال لك انا هعمل بلاتال شيل بالانامل، وهعمل ليبيا شيل باتنين انامل، واحد جوه غامق شويه وواحد بره افتح شويه، واحط ترانسليوسنت، واحط دي 1، واحط دي 2. هتلاقوا التكنيك ده موجود في لايرز دي بقى، الناس اللي عايزه الموضوع يطلع معقد ويطلع معاه الشغل حلو. بس صدقوني هو بيفرق لما بتعمل ميمك لسنه واحده بس جنبها، يعني انت لو شغال سنتر وعايز تقلد زيه وصعب بقى قوي بتحتاج الطريقه دي. لكن لو انت شغال كومبوزيت فينيرز او جايب مثلا اتنين سنترال مع بعض او اتنين لاترال مع بعض، ما بتحتاجش التعقيد قوي ده، فعشان برضو ما عقدش الحكايه عليك، كل التكنيك ليه طريقه وليه ظروف وليه حاله معينه، فما تصعبش الموضوع على نفسك.
يبقى أربعة لينيرنج تكنيكس سيمبل للسيمبل 2D 3D. اتفقنا؟ ندخل بقى على ايه، على السيليكون اندكس الجميله دي، الطريقه البراكتيكال اللي انت هتشتغل بيها بعد كده. هتجيب ادي الحاله قدامك اهي، تمام. انا عملت السيليكون اندكس ده على البيشنت، عملته ازاي؟ جبت كومبوزيت وبعدين حطيته في بق العيان، رسمت السنان بالشكل اللي انا عايزه، ارسم البالاتال بس مالكش دعوه باي سيرفيس تاني، اهم سيرفيس بالنسبه لك هو المهم ليك البالاتال، الباقي كله مش مهم، اللي هو الاوكلوزال والانسايزال، لو انت اوكلوزال او بوستيريور، انك ساعات بنعمل اندكس بوستيريور على فكره، تمام. لكن اللي هيفرق معاك دلوقتي البالاتال، فارسمه حلو، وهتحدد رابر بيز صغيره زي دي واعمل لها ادابتيشن واقطعها واعمل لها تريمينج وتاكد انها مظبوطه بالمنظر اللي انت شايفه ده. عملت المرحله دي، طيب المرحله الجايه وانت متاكد ان كل حاجه في مكانها، هتقوم جايب انسترومنت رفيعه زي دي او بروب، تمام، وعامل سكراتش على المارجن بتاعتك، نهايه المارجن بلتل، عشان لما تيجي تحط الكومبوزيت ما تحطش بالزياده، عشان لما نيجي نعمل فينيشنج نقلل من نسبه الفينيشنج بتاعتنا، ما نقعدش نقعد ساعه نشيل في البلتل. هتعلم، تمام. في ناس ممكن تعمل قلم رصاص، ينفع قلم رصاص، مفيش مشكله، بس قلم رصاص ساعات ما بيعلمش قوي في الاندكس في انواع معينه من الرابر بيس، بس في الاغلب بيعلم، عشان كده انا عملت حركه البروب وسهلت عليك الدنيا. علم مكانك، طلع الباليتال شيل وابدا اعمل لها ادابتيشن. المشكله هنا عندي ان الكومبوزيت ما بيمسكش قوي في الاندكس، دي دايما مشكله بتحصل مع الرابر بيز، لكن مع الانسترومنت ما فيش مشكله، انا هنا شغال بجولد بليتد اهو، وبرغم كده برضو ما بيمسكش معايا. احسن حاجه هتنفع معاك في الموضوع ده اهو البوند براش، حاجه ما بتكلفكش حاجه ومش هتمسك حلو قوي في ال، هتمسك حلو قوي معاك في الرابر بيز، هتلاقي الكومبوزيت وانت بتعمل له كومباكشن، تمام، بيلزق في رابر بيز بسهوله معاك، مفيش فيه اي مشكله. انا عامل الكومبوزيت بتاعي على الحرف بالظبط. في ناس بتقوم ضايفه بقى عامله زياده، الزياده مش هتضر من حاجه، مفيش مشكله لما تزود 0.5 ملم، بس لو زودت ملي او 2 او 3 هتحتاج فينيشنج، هتشيل منها كتير، وانا مش عايز اتعبك معايا. يبقى دي المرحله اللي بعدها. ادي البلات الشيل اهي في مكانها مظبوطه، محطوطه، وضعها كويس، تمام. زي ما انتوا عارفين الشغل اللي معمول على الكاستات ده انا اللي عامله، عشان برضه اوريكم الحاجه لايف، ما تبقاش عم بشرح لكم حاجه من على النت او حاجه وهم، لا ده شغلنا احنا. فزي ما انت شايف البلاتا شيل طالعه معاك مظبوطه، في جزء مثلا في الميزيا اللي هو اندر حاجه بسيطه ممكن اضيفه بعد كده سهل، دي حاجات بسيطه انا اقدر اعمل كنترول عليها. طيب ايه المرحله اللي بعد كده يا دكتور؟ استخدمت هنا السبون، تمام، ماتريكس بتاعت شركه تور في ام. سبون ماتريكس دي يا جماعه عامله زي المعلقه كده، ممكن استخدم السكشن ماتريكس يا دكتور بتاع التور في ام؟ ينفع تستخدم السكشن ماتريكس بتاع التور في ام، مفيش مشكله. ابني الميزيال، تمام، بعدين ابني الميزيال الثاني، لما بتبني الميزيال الاولاني، تمام، حط دايموند ويدج، لما تيجي تبني الميزيال الثاني على الاولاني بتحط وودن ويدج من غير ما يعمل لك واربج للسبون ماتريكس بتاعتك، يعني من غير ما يقطمها، تمام. وفي حركه حلوه كده كلينيكال تيب اند تريك، بعمل سبورت بصباعك من فوق للسبون ميلها ناحيه الميزيال عشان ما يوسعلكش الانسايزال امبريجر، اغلب الناس بتطلع مع الحالات الانسايزال امبريجر واسع نتيجه انه بيبقى مش عامل سبورت كويس للماتريكس بايده، فنخلي بالنا من النقطه دي يا جماعه. ايه بعد كده يا دكتور؟ ادي شكل الميزيال اللي هو مبني، تمام، واللينجوال شيلف مظبوط، ما بنزودش السيكنس بتاع اللينجوال شيلف عن 0.3 ملم، 0.5 بالكتير قوي. بدأت ابني الناحية التانية ديستال، تمام، حطيت هنا دايموند ويدج، لان انا لما اجي هعمل الميزل بتاع اللاترالز، ان هنا انا عامل من اللاترال لللاترال، هستخدم وودن ويدج يعمل لي بقى السيبريشن بتاعي، فهمتوا الفكرة دي؟ الديستال وول بتاعت بنا وتمام، مفيش في اي مشكلة، تمام. الحتة بقى بتاعت الترانسلوسنت انامل او اللي بنسميها الانسايزال هالو، انت بتعمل ايه؟ بمنتهى البساطة الدنتن شيد اللي انت استغلت بيه اللي هو اللون الغامق بتاعك، هتيجي تاخد حتة صغيرة كده هتعمل لها رولينج وتحطها على الانسايزال اتش دي اللي محطوطة فوق دلوقتي، تمام. وبعد كده هتعمل الترانسلوسنت انامل اللي هو الجزء الشفاف تاني، البلاتل شيل اوريدي يا دكتور حضرتك بنيتها بلون ايه؟ انا هنا شغال 2D، بنيتها يا جماعه عندي بالشيد بتاع الانامل اللي موجود عندي، انا شفت الانامل شيد بتاع الحاله قمت عامل بالبلاتا الشيل بتاعتي،
وبعد كده جيت عند الانسايزل وقمت عامل دنتن. الله، انسايزل دنتن في الانسايزل يا دكتور. اه هو الحرف الرفيع اللي انت شايفه فوق خالص ده. حتى انا عامل واحده عامل رولينج كامل والتانيه عامل رولينج في حته صغيره، بس كنت بجرب يعني حاجه كده، عايز اشوف الانسايزل هالو لو زودتها يحصل ايه. تمام، فانت هتعمل رولينج لحته صغيره فوق كده، وبعد كده تحط فوقيها تمام الانسايزل ايه، او تحتها لو انت شغال جينجيفال بقى الترانسليوسنت انامل، عشان يديك الهالو الجميله اللي انت بتشوفها في الاخر ده. بعد كده تبدأ تبني بقى بالدنتن شيت بتاعك عادي خالص، تملى المكان ده بالدنتن تمام، وتبدأ تعمل فيه الكاركترايزيشن وشكل المامنونز بتاعتك والكلام من ده، عشان نبدأ في الاخر اخر مرحلة بتاعتنا ان احنا نحط الفاينل لير اللي هي انامل. طب يا دكتور لازمتها ايه المامنونز اللي انا هعملها دي؟ ما هو انا مش هتبان قوي معايا. انا عايز اقول لك انك لو عملت المامنونز ده اهي وانت شغال بسنجل شيد، يعني بلون واحد، يعني انت اشتغلت هنا انامل شيد مثلا او بادي شيد وحطيت لون واحد وحطيت فوقي تاني بادي شيد وكنت عامل كاركترايزيشن، هتبان ازاي يا دكتور؟ يعني هتبان؟ ما انت عملت ماسكينج بنفس اللون فوقيها، هتبان، جربها هتبان، هتلاقيها ظاهره معاك جدا. دي اسمها كاركترايزيشن. فمهمه لينا ان احنا نعمل كاركترايزيشن في الدنتين لير او في الجزء اللي هي الداخل الانترنال لير، عشان تبان معايا في الاخر بشكل المامنونز الجميل اللي انت بتشوفه في الحالات ده. في حاجة برضو اسمها intensives تمام، وركز معايا في النقطة دي، اللي هي white stains او brown stains حسب الحالة بتاعتك، وفي ناس بتسميها tints. لو انت عايز تعمل reproduction لأي بقع بيضة او اي بقع بني موجودة في السنان تمام، تحط tints او intensives. بتحطها بايه؟ بتجيب spreader file تمام، وتقوم حاطط على طرفها كده رقم 20. انا بسهلها لك خالص على فكره، في انسترومنت الابلكيشن بتاعت الستينز زي مثلا الفيجورا مثلا بتاعت ال ام ار تي او كومبوزيت ارتست، بيبقى لها طرف كده رفيع خالص غير الناحيه التانيه، غير الناحيه اللي شبه الاناتوميك بيرنشر دي، الناحيه التانيه تمام، بتعمل بيها ابلكيشن. لا يا دكتور ما اقدرش على التكلفه، يبقى سبريدر تمام ب 10 جنيه. بعد كده حطيت الفاينل لير يا جماعه بتاعتي، اللي هو الشيد بتاع الانامل، اللي انا واخد الشيد بتاع الانامل بتاعي عندي من عند الانسايزر اتش. دي الفاينل لير بتاعتك اللي انت هتحطها، وفي فيديو انا منزله بوريك ازاي بتحط الفاينل لير بالظبط وان شوت، هتلاقوه عندي على التايم ايه، على التايم لاين. نيجي بعد كده في مرحله الفينيشنج والبولشنج. الفينيشنج والبولشنج بيتعمل في نفس الجلسه في نفس العاده. في ناس بتقول لك 24 ساعة، اه 24 ساعة ده الكيميكال كيور كومبوزيت مش اللايت كيور، فدي يعني الناس اللي بتشتغل كيميكال كيور، محدش بيشتغل كيميكال كيور دلوقتي يعني، عشان كده الفينيشنج البولشنج في ساعتها. أنا بقول بقى أعمل فينيشنج بولشنج في جلسة تانية، عشان بتبقى أنت مرهق وعينك اكزوستد، تجيب العيان كده وأنت رايق، تلبس اللوب بتاعك من أول 3.5 إكس لحد ال 5 إكس وتشتغل وتعمل الشغل ده. 50 أو 60% من الحالات اللي أنا بنزلها لكم اللي بتبقى عامل ببقى عامل لها فينيرز من الكناين للكناين، انا ببقى عامل فينيشنج والبولشنج في قاعده تانية، لان بكون ارهقت. بس بتكون مثلا الحاله خدت في ايدي مثلا وليكن من الكناين للكناين ساعه ونص ساعتين بيلدينج، فبخلي الساعه بتاعت الفينيشنج والبولشنج وانا رايق كده في قاعده تانية، وحتى في القعده دي بخلص الفينيشنج والبولشنج وبصور في قاعده تالته. طيب الفينيشنج والبولشنج يا دكتور مراحله ايه؟ في ناس بتقسمه تقسيمات كتير قوي يا جماعه. دي تقسيمه الكتاب، ان هي احنا بنعمل شيل الجروس الاول، بعد كده بنعمل ديسك كونتورنج، وبعد كده بنعمل بيست بولشنج تمام. في ناس بتعملها بطريقه تانية خالص، في ناس تقول لك بعمل فورم الاول، بيسموها الفورم كرييشن تمام، اللي هو بتبني الشكل العام بتاع السنه الاول بتاعتك، وبعد كده سكندري اناتومي تعمل الاناتومي بتاعك، وبعد كده الجلوس كرييشن. في تقسيمات كتير قوي ليها، بس بعيدا عن التقسيمات والنظري انا عايز افهمك من الاخر كده هتستخدم ايه وهتعمل ايه ستيب باي ستيب، وايه الحاجات اللي هتحتاجها. اللينجوال تمام في الانتيريور او الاوكلوزال في البوستيريور، دول اسهل حاجه، دول اسهل حاجه بتعملها. هتجيب فليم شيبد بير تمام، او راوند بير 12 بليدد، يعني فينيشنج يعني مفيش فيه فلوتس كتير، الفلوتس فيه قليله خالص تمام، وتبدا ايه تستعمله قليله خالص، دي يعني من 12 ل 30، مش من 6 ل 12، 6 ل 12 ده يبقى بير جراحه عشان ما نتلخبطش في القصه دي، وتبدا تستخدمه. بقول له بس فينيشنج كاربايت بير، هو اي محل روح له اقول له فينيشنج كاربايت بير هيطلعه لك عشان تشوف شكله، عايزك تشوفه مره واتنين عشان تفهم الفكره وتعمله، ده اسهل حاجه ده. انما الرخامه في الفينيشنج كلها بتيجي في البروكسيمال، يعني البروكسيمال كلها هو اللي بيبقى فيه المشكله. فالبروكسيمال بتاعي بحتاج فيه نفس الفينيشنج كاربايت بيرز، هزود عليها الديسكات، ودي مهمه قوي 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 قوي،
ومعايا الفينيشنج ستريبس بحتاجها في مناطق معينه في الجينجيفال اريا مش عند الكونتاكت. لو عند الكونتاكت افتح لك كونتاكت، بس في كلينيكال انت تب حلوه اعملها، دخل ويدج واعمل بي سيباريشن وودن ويدج ولارج وودن ويدج، وافتح ما بين السن كويس قوي لحد ما اتاكد ان في سيباريشن، وادخل بالفينشنج الستريب الصفراء ما تدخلش بحاجه انشف من كده، وتحرك بالراحه خالص عشان تعمل فينشنج للسيرفس ده، وبعد كده رجع تاني مش هيحصل اوبن كونتاكت ولا حاجه. لو شلت بزياده هتعمل اوبن كونتاكت. طيب نركز في النقطتين الجايين دول مهمين بالنسبه لي، اللي هما بميه ولا من غير ميه، انترميتنت شويه كده شويه كده، بفورس ولا من غير فورس. الفورس بتاعتك ميديم بريشر، ما تستخدمش بريشر عالي، البريشر التقيل وانت بتعمل بولشنج او فينيشنج مشكله بالنسبه لنا، هنعمل بريشر خفيف خالص زي لمسه الفرشه بتاعت الرسم. تمام، يبقى هنستخدمها ببريشر قليل انترميتنت متقطع مش ورا بعضه، ما تحطش البير ورا بعضه، واشتغل بالبير في اتجاه واحد. يعني انت عندك هتلاقي في اللوز بيت بتاعتك في الموتور رايت وليفت، شغل رايت وبص على البير بيلف فين، كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز. هتشتغل كلوك وايز اتجاه عقارب الساعة، يبقى هتحرك على السنة في اتجاه عقارب الساعة هيديني فينيشنج، لو اتحركت في العكس هيديك كاتنج هيقطع اكتر. يا دكتور هو فينيشنج بير هيدي كاتنج ازاي؟ انت بتحرك الابريسيف في عكس اتجاه دورانها، فليك انت تتخيل هيشيل اكتر ازاي. فانا اتحرك في اتجاه واحد، اللي ممكن اعديه البوليشنج، ممكن اتحرك في الاتجاهين بس الفينيشنج لا. خلاص ركزنا في النقطه دي. طيب النقطه اللي بعدها الديسكات، مهمه بالنسبه لي، مهمه جدا، بس الديسك اقول لك على عيبه الاول بعد كده اقول لك على مميزاته. لو انت شغال في سنه فيها اناتومي كتير، يعني السنه مدرجه ما هيش واخده ليفل واحد، ما هيش فلات، تمام، ما ينفعش ديسك، انك لو استخدمته على الليبيال سيرفيس هيطلعوا لك خط واحد مصطبه. انت عامله مثلا 3 بلين هيطلع لك الثلاثه بلين. افرض انت عايز تعمل فيها اناتومي كتير، يعني انت بتعمل سنتر جنب السنتر اللي جنبها وجيت حطيته على الليبيال سيرفيس، ما هيساوي لك كل ده في بعضه. وبالتالي الديسكات استخدامها اكتر عندي في انتر بروكسيمال، في الميزيال والديستال. في الليبيال لما اكون بعمل كومبوزيت فينيرز، يعني عندي اربع خمس سنان جنب بعض وانا هعمل كونتورز فلاتند ومستويه، هقول لك اوكي اتفقنا. طيب حركه الديسك ايه؟ بص على الحته دي، الديسك بتاعك بص في الصوره اللي على الشمال، ما تحطش الديسك عند المارجنز، ما تحطش الديسك عند المارجن، الديسك على تو ستراكشر وتتحرك بيه ناحيه المارجن مش العكس، تمام، عشان ما يعملكش نقر في السنه، وتحرك بيه بالراحه ما تضغطش قوي اتفقنا. ده لو انت شغال ليبيال. طب لو انت شغال ميزيال وديستال، حطه بزاويه 90 ناحيه الميزيال او الديستال بتاعك، ولما تيجي تميل على السيرفس بتاعك ما تميلش قوي، يعني حتى الصوره دي انا بعتبره مميل قوي، لا انا عايز زاويه اقل من دي، كفايه زاويه 20 او 30 تكفيني، الزوايا الكبيره لا ما تعملهاش. يبقى ده جزئيه مهمه، تمام، بتاعت الديسكات بستخدمها ازاي، لان في ناس بتحط الديسك ده وتميله قوي فيتفاجئ ان الكونتور بتاعه بقى فيري راوند. الحالات الجميله اللي انت بتشوفها اللي اللاين انجلز قريبه من بعضها دي، تلاقي اللاين انجلز لازقه كده والحاله عجباك، بتبقى دي فكرتها. لما بنيجي بالديسك ما بنضغطش قوي، تمام، وما بنميلش قوي. يبقى نركز في الكلينيكال تيب دي يا جماعه مهمه بالنسبه لنا. او برضه لما تيجي تستخدمه ليبيال ما تنساش ان انت عندك 3 بلين، يعني شويه تحط انسايزل، شويه تحط ميدل، شويه تحط جينجفال، ما تمشيش بالديسك من فوق لتحت عشان ما يديكش شكل راوند، الا اذا كنت بتعمل سنه واحده وعايز تعمل ميمك وتطلعه راوند. في استخدام تاني للديسك يا دكتور؟ الجروس، but I don't recommend it. انا ما بحبش اعمل الجروز بصراحه بالديسكات، انا ممكن اعمل الامبروجرز واعمل النوتشز اللي موجوده في الانسايزر ايدج، بس الجروفز لا، بحس انها بتطلع ديبنند قوي، بتطلع فيك، بتطلع غويط قوي، فاي دونت ريكومند ات. بس برضه انا بحاول اقول لك الدنيا ماشيه ازاي واديك مدارك كتير عشان ما ابقاش قافلك في زاويه واحده، يعني برضه لان في ناس بتستخدم الديسك في المنطقه دي. اهم استخدام للديسك بتاعي الامبريشر، الامبريشر اصلا ما فيش حاجه ينفع تستخدمه فيها غير يا اما مشرط سكالب رقم 12، تمام، او ديسك. الديسك الاصفر ما تحطش في الامبريشر ديسك اكتر من الاصفر، لو حطيت الازرق او الاخضر هيشيل معاك كتير، فخليك في الاصفر الناعم ده. الوايت ديسك يا جماعه انا بعتبره بولشنج ما بعتبروش فينيشنج، لانه ما بيشيلش، بينعم اكتر ما بيشيل، جرب اشتغل بيه
خصوصا بعد اول استخدام. تاني استخدام ليه بالظبط؟ اول استخدام دي يعني استخدمته على سنة 20 ثانيه، استخدمه ال 20 ثانيه التانيين هتلاقيه ما بيشيلش اصلا. ده شكل الفينيشنج كاربايد بيرز، بحب اوضح لكم شكلها واجيبها لكم لانها تحفه في البوستيريور. البوستيريور ما بيطلعش حلو الا بالبراد ده، الاناتوم الكتير ده لو هتعمل لها فينيشنج، لان كتير من الشغل اللي انت بتشوفه ما بنبقاش احنا عاملين فينيشنج كتير، بنبقى مظبطين الاوكلوزال ستوبس من الاول ومستخدمين ارتكليتنج بيبر وعارفين الاماكن العاليه من الاماكن اللي مش عاليه، وبالتالي بنعمل مينيمايز للفينيشنج والبولشنج عشان ما اعملش سكندري اناتومي ويطير معايا او يختفي معايا بعد الشغل. طب افرض الحاله اتفاجئت انها عاليه وان انا هحتاج اشيل كتير، دي البرات اللي بتبقى منقذه بالنسبه لنا. 30 فلوتد فينيشنج كاربايد بيرز اكثر من رائعه، بتشيل باحترافيه عاليه جدا وفيها كل الاشكال دي، تجيب بقى الاوكلوزا من 100 ناحيه. ادي برضو شكل الفينيشنج كاربايد بيرز. نيجي بقى للاختراع الجميل بتاعنا اللي الناس بتستقل بيه مش عارفه قيمته، البارت باركر رقم 12، نمبر 12، جميل جدا في الجينجفال والانتر بروكسيمال. يبقى استخدامه في منطقتين، في الجينجفال والانتر بروكسيمال، الحتتين دول استخدم فيهم البارت باركر نمبر 12، هم دول اللي بينفعوا فيها. ما ينفعش تجيب بير تدخله لي في الانتر بروكسيمال ناحيه الجينجفال امبروشر، ازاي يعني؟ هيوسع كل ده. يبقى احسن حاجه استخدمها مشرط رقم 12، جميل واكثر من رائع. جرب هتلاقيه بيشيل فلاشز بسهوله معاك وبيعمل لك سموث سيرفس وانت بتشيل، ما بيبوظش الكومبوزيت بتاعك. دي انسترومنت موجوده في الماركت اسمها تنجستن كاربايت كارفر، تمام، بتلاقيها في المعارض في القاهره، رائعه تحفه بصراحه، تمام. بس هي مشكلتها انك يعني مش هتلاقيها كتير، هي بتلاقي كده كل فين وفين اما تلاقي واحده، ممكن حتى لو سالت عليها يقول لك انا مش عارف ايه دي، بس قلب انت كده في الانسترومنت هتلاقيها. طب يا دكتور انا في الفينيشنج في الفورم كرييشن ايه الحاجات اللي باخد بالي منها وابص عليها كويس؟ كل الحاجات دي يا جماعه بتبقى في دماغك وانت شغال. اللينس بتاعك بتاع الريستوريشن بتاعتك طولها قد ايه، الانسايزال فيشال لاين انجل، الفيشال بروفايل، يعني انت الفيشال بروفايل ده ما تيجي تشوفه هتشوفه من الليبيال، الانسايزال فيشال لاين انجل تمام هتشوفه من الليبيال وهتشوفه كمان من الانسايزال فيو. بص احفظ معايا الثلاثه فيو دول، ما تيجي تشتغل حاله ما تشتغلش من فيو واحد، ما تبصش على الحاله من اتجاه واحد، بص على الحاله من ثلاث اتجاهات، انسايزال فيو احط الميرور وابص من ناحيه الانسايزال، فيشال فيو ده اسهل فيو كلكم بتبصوا منه، تمام، انتوا بتفوتوا الانسايزال فيو، والاهم من كده اللاترال فيو، تميل بوشك بالجنب او تميل العيان بالجنب ايهما اقرب، تمام، وتبص بالجنب كده عشان تشوف الفيو ده اهو، عشان تشوف الكونتور بتاعك عامل ازاي. مش معقول هتعرف الليبيا الكونتور بتاعك من الفيشال فيو، هتشوفه ازاي؟ لكن هتقدر تعرفه من اللاترال فيو او الانسايزال فيو. الامبروجرز، اللاين انجلز، الانكلينيشن، لو في ديبريشن، لو في اليفيشن، لو في جلوس، لو في تكتشر، لو في بوينت انجلز، كل الحاجات دي بتحطها في اعتباراتك وانت شغال، كل النقط دي في دماغك ما تفوتش منهم ولا نقطه. الامبروجر بتاعتك هي اللي بتدي الشكل الجمالي للشغل، اللاترال بالذات اهم واحد في الامبروجر، يعني الاثنين اللاترالز اللي عندك دول لما تيجي تعمل كومبوزيت فينير خد بالك منهم قوي، هم اللي بيدوا جمال الامبروجر، تمام. ما تنساش حاجه اسمها الجولدن بروبورشن تبقى عاملها، بنعمل ديجيتال سمايل ديزاين قبلها عشان نحدد لو انا عايز اشتغل كومبوزيت فينير زي ما الكتاب بيقول. ما تنساش اللينس تو ويدث ريشيو، الطول للعرض بيبقى حوالي 80%، تمام. ما تنساش الجولدن بروبورشن، كل سنه بالنسبه للي جنبها، كل سنه بالنسبه للي جنبها، يعني لو عرض السنه السنترال ده 10 مللي هيبقى عرض اللاترال بتاعتها 8 مللي، هيبقى عرض الكناين الجزء الفيو منه اللي هو بيتشاف اللي هو الجزء الميزيال هيبقى 6 مللي، ده الجولتن بروبورشن. يبقى فاهمينه كويس يا جماعه. في ناس بتقسمه برضو تقسيمه ثانيه اللي هي 1.6 1 0.6، اللي هو لو عرض السنترال 16 مللي هيبقى اللاترال 10 هيبقى الكناين 0.6، هي واحده يعني. ايه كمان يا دكتور؟ الجينجيفال زينس، وده اختراع يعني فعلا سبحان الله، ربنا لما عمل الجينجيفال زينس ده فعلا. انا لما اشتغلت الكومبوزيت في الاول وانا طالب او كنت لسه متخرج جديد ما كنتش فاهم فكره الجينجيفال زينس دي قوي، وما كنتش متخيل اهميته في الدايركت كومبوزيت فينير، بس الكومبوزيت فينيرز الجميله اللي انت بتشوفها دي اللعب بيبقى فيها في الجينجيفال زينس، ان احنا بنرحل الجينجيفال زينس بتاع اللاترال ميلي ديستال،
خد بالك من النقطة دي قوي، هي دي اللي هتدي الشكل الجمالي لللاترالز الحلو اللي انت بتشوفه في الدايركت كومبوز فينيرز. الكناين ما بيترحلش قوي، بيبقى عمودي مع اللونج اكسس او 0.5 ملم مش كتير قوي، والسنترال برضو حاجة بسيطة. الزينسز عموما كلها مترحلة ديستال في الانتيريور، بس اللاترال اكتر حاجة مترحلة معايا، بنميل بيها شوية. تمام، نخش على العملي بقى. هتطبق ازاي يا دكتور؟ القلم الجميل بتاعك وتبدأ ترسم الكونتور بتاعك، الميزيال والديستال لاين انجلز والانسايزال بلين بتاعتك، وتقوم جايب البير الجميل بتاعك، البيريو بير اللي انا بعشقه، السبيد بتاعته 8000 اقصى حاجة 10000. ينفع استخدم البيريو بير او اي حاجة فينيشنج فوق ال 10000؟ لا، 12000 تعدي، 15 20 25 30000 يعني تجيب اللو سبيد بتاعك وتشغله على اعلى سرعه، ده يبوظ اكتر ما يطلعه لك حلو. ما تشتغلش باللو سبيد البيريو بير الفينيشنج بروتوكول بتاعك على سبيد عالي، اشتغل على سبيد قليل. افتح البوشور بتاع اي حاجه فينيشنج وهات لي الار بي ام بتاعها. الحاجه يا جماعه الانسترومنت الجديده لما تشتريها، بفتح البوشور شوف الار بي ام بتاعها قد ايه. في الاول هتلاقي الموضوع صعب عليك، بعد كده هتلاقيك نفسك حفظتهم. يبقى ما زودش على 8000. جايبها من دماغك يا دكتور؟ لا طبعا، فتحت الكت وقريت وبلقيتها، لقيتها في بيبر اكتر من بيبر. بصوا برضو يا جماعه، في نقطه بحاول اوضحها لكم، انا بحاول اي معلومه اقولها تكون جايه من بيبر، ما تبقاش اللي هي ايه فكرتي انا او رايي انا. البيبرز نفسها فيها اختلاف، يعني البيبرز نفسها بتختلف عن بعضها، لكن مهم بحاول على قد ما اقدر ان انا يكون ليا مرجع او ريفرنس ارجع له، عشان ما يبقاش ده رايي الشخصي، لان رايي الشخصي ممكن يغلط، يعني دي وجهه نظر انا، لكن راي الكتب احتمال غلط واقل بكتير. فعشان كده بقول لك الفينيشنج، اقرا في الفينيشنج هتلاقي الار بي ام بتاعه ما بيزيدش عن 12000، والبوليشنج الار بي ام بتاعه ما بيزيدش عن 5000. تمام، مش عايز اقول لك انه 1000 و2000 بس كمان، بس انا جبت اقصى بيبر لقيتها 5000. ونركز في النقطه دي. طيب انا في ما تقلقوش في الجزء الجاي بتاع الماكرو مايكرو اناتومي، بس انا اوريكم ازاي بيتعمل دلوقتي. عشان تعمل ماكرو اناتومي بتعمل بنسل تريس، بتجيب القلم بتاعك وترسم الفي شيبد جروف، الميزيال اطول ولا الديستال؟ مدارس يا جماعه، في ناس بتعمل ميزيال اطول، في ناس بتعمل الديستال اطول، في ناس بتعمل الاثنين طول بعض، في ناس بتعمل تريانجل، في ناس بتعمل شكل الخياره، في ناس بتعمل الانفرتد باريس ستار، ليها اشكال كتير قوي. تمام، انا جايب الشكل ده السهل للطالب، انا بحب شكل الخياريه ده، شكله جميل، وانا كنت عملت لكم اللايف ديمو وعملت لكم بيه، بس ده اسهل بالنسبه للستودنت، لان شكل الخياره صعب شويه في انك تعمل تمشي وراه. فاعمل المثلثات دي اسهل لك شويه لو انت عايز تعمل ماكرو اناتومي، وبعد كده اعمل لها ديبنينج. تمام، باستخدام البيريو بير، برضه هو البيريو بير اللي هنبدا نرسم بيه الجزء ده. ايه تاني يا دكتور؟ عايزين نعمل السكند اناتومي بقى، يبقى نجيب حاجة اسمها فاين تيبرد ستون الاصفر الرفيع ده خالص، ونحطه على ادابتور. تمام، ونركبه على اللوز بيت، ونمشي ورا الخطوط الرصاص الرفيع اللي انا عاملها ده، هتديك في الاخر شكل البريكايميت. تمام، دي جروفز موجودة هوريزونتال بس غويطة شوية، لان الماكرو اناتومي انا ممكن اعمل اتنين هوريزونتال جروف كده رايقين غواط شويه. تمام، بس بعملهم المره دي بالبيريو بير مش بالفاين تيبر، وبستخدم برضو على سبيد 8000. في ناس بتعملهم بالفاين تيبر مفيش مشكله، برضو بيطلع شكلهم جميل كده في الاخر، برضو مش اساسيات. طب في حاجه اسمها بليندنج يا جماعه. الماكرو اناتومي بتاعك انت اول ما بتعمله بيبقى شارب قوي، بيبقى ظاهر قوي، انت عايز تنعمه، بجيب حاجه اسمها الايف تويست. تمام، على سرعه 12000 وبعمل لها بليندنج. تمام، البينك، البينك اللي بعمل بيها بليندنج الماكرو اناتومي، بنعمل له بليندنج بالبينك بتاعت الايف تويست. المايكرو اناتومي اللي هو البريكايميتا بنعمل له بليندنج بالجراي بتاعت الايف تويست، ما نتلخبطش. دي على 12000 والتانيه برضه على 12000 او 8000. تمام، ادي البينك بتاعت الايف تويست اهي، حتى انا اشتغلت بيها على 5000 كمان، قللت السبيد على الاخر. طيب اخر مرحله، مرحله الجلوس كرييشن، عايز بقى السنه تلمع وتبرق معاك ويبقى شكلها حلو، بتستخدم حاجات بتاعه الجلوس. ركز معايا في دي، المونيوم اوكسايد بيست بيشتغل معايا زي الفل، دايموند بيست شغال معايا زي الفل، ومعاهم الجوت هير والفيلت ويل. الجوت هير والفيلت ويل بتوع اي شركه، هات بتوع اي شركه كلهم حلوين. بتفضل ايه يا دكتور؟ بفضل بتاع الاينا، بفضل بتاع الايف، الاثنين حلوين، اينا وايف.
يبقى الدايموند بيست والالومنيوم اوكسايد مسؤولين عن الجلوس كريشن، ان انا بحصل على اللمعه، يعني ما بيشيلوش من الكومبوزيت، ما بيشيلوش من الكومبوزيت، بيعملوا لاستر سيرفيس للكومبوزيت. تمام يا جماعه، نحفظ النقطه دي كويس. الالومنيوم اوكسايد بيبقى لونه جايب على وايت شويه، تمام، والدايموند بيست بيبقى لونه جايب على جريش شويه. دي الفيلت ويل اللي فاتت كانت الجوت هير، تمام، دي ناعمه قوي، بتطلع شغل تحفه 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 تحفه. يعني الحجم بتاع البارتيكلز هنا واحد، استخدمت بميه ولا من غير، انا هنا استخدمت من غير ميه، تمام، وبعدين بفصل، باجي في الاخر كده بعمل شويه ميه خفاف. اتفقنا؟ بس انت ممكن تعمل مرحله البوليشنج من غير ميه. في حاجة لذيذة قوي كده يا جماعة، بنجيب ورقة كربون، تمام، بنمشيها على السيرفس بتاعتنا ارتكيتنج بيبر عادي خالص، عشان لو عايز اعمل ريبرودكشن الاناتومي، يعني انا عايز انقل حاجة من على السنترال اليمين للسنترال الشمال، من رايت للليفت، بجيب ورقة كربون واقوم داعكها كده على السيرفس، هتظهر لك الحاجات العالية والحاجات الواطية، الحاجات الاليفيشنز والديبريشن، الفاليز والديبريشنز بتاعتك، عشان تقدر تشتغل على اساسها. تمام، بنسميه ميرورنج افكت. دي الصوره مبينه، السيرفيس ديتيلز الماكرو اناتومي باين قدامك بيبقى عامل ازاي. دي هنا البي شيبت جروفز باينه قوي، معلش الموبايل بيرن. دي صوره تانية بقى مبينه لك الهوريزونتال جروفز والبريكايميتا، الهوريزونتال جروفز والبريكايميتا هنا واضحه قوي، تمام. هنا بقى البريكايميتا واضحه على الاخر، اظن هنا يعني الصورة دي انا تعبت اصلا كتير، خدت وقت عم صورتها عشان اظهر لك البريكايميتا واضحة ازاي. خلي الاسئلة في الاخر، اما اكمل لكم الاول المحاضرة التانية، بارت 2. احنا قدامنا ربع ساعة ان شاء الله ونخلص، وبعد كده اللي عايز يسأل في حاجة عينيا ليه. انتوا عارفين سنة خمسة بالنسبة لي يعني بصراحة، انا انتوا دفعة بالنسبة لي انا بحبكم، يعني انتوا دفعة مميزة لي، وهي سنة خمسة كل سنة يعني انا بحبهم. العمل بتاعنا نرتب الامور كده عشان ما ندخش كلينيكال ستيبس اللي هنبدأ بيها. اول حاجة اعرف الكومبوست اللي هشتغل بيه، تاني حاجة اختار الشيت بتاعي، اللون بتاعي، ادي انستيزيا العيان، اعمل ايزوليشن، تمام، ما تنساش تعمل بري ويدجنج عشان تشوف عندك في حاجه كونتاكت زايده ولا حاجه كلام من ده، كافيتي بريباريشن، وتبقى فاهم يعني ايه كافيتي بريباريشن ديزاينز وانواعها واشكالها، وبتتعمل في ايه في الانتيرو بالظبط، البالبال بروتكشن بيتعمل ازاي، البوندنج ابلكيشن بيتعمل ازاي، الريزن كومبوز بتحط ازاي، الكيورنج بتاعك، الفينيشنج والبولشنج بتاعك، والسيلينج. دي المراحل بتاعتك، انا طبعا مش هشرح كل ده، تمام، انا هحاول اديك كام نقطه كده فيهم. طيب ناخد تقسيمه الكومبوزيتس الاول اللي موجوده في الماركت، تمام. الماركت يا جماعه الكومبوزيتس اللي موجوده فيه، في التقسيمه السهله دي، انا هحدد التقسيمه السهله، هي لها تقسيمات صعبه كتير بس انا اديك التقسيمه السهله، حاجات اكوردنج للكونسستنسي بتاعتك، اللي هي يونيفرسال كومبوزيتس باكابل، كومبوزيتس تقيله معاك، الكومبوزيتس اللي بتستخدمها في اغلب شغلك، وفي الكومبوزيتس اللي هي الفلوبل، وفي ناس بتسميها في المدرسه الجديده الانجكتابل، تمام. انا طبعا بعشق الانجكتابل كومبوزيتس، هي نفس الفلوبل بس واخده الكاركترستكس بتاعت الباكابل في القوه بتاعتها. يبقى ده اللي موجود في الماركت. انت اغلب الاديس الكومبوزيت بتستخدمها يونيفرسال. الشيدز يا جماعه هتلاقي فيه ناس بتبيع انامل وبادي ودنتن، وهتلاقي ليا محاضره موجوده برضو على التايم لاين بتتكلم عن الليرنج تكنيكس، دي محاضره ساعه لوحدها، ببني ازاي والالوان ايه والفرق بين انامل والدنتن والبادي والقصه دي، دي محاضره لوحدها ساعه. والحاجه الثانيه انامل ودنتن، والثالثه الاومني كروما والبلوكر، دي مدارس الشيدز اللي موجوده في الماركت بتاعتك. الفيلر بتاعك مايكرو هايبريد، نانو فيلد، نانو هايبريد، ودي كلنا عارفينها، يعني دي اسهل حاجه كل الناس عارفاها. عشان موضوع الشيدز ده يا جماعه لازم تفهم ان في شركات بتنزل كميه شيدز رهيبه، زي مثلا الاستيريا بتاعت كويام، هتلاقيه منزل هاي فاليو ترانسلوسنت وترانسلوسنس ولو فاليو ترانسلوسنس والامبر، ده الانسايزر بس، ومنزل معاهم كلير انامل وبليتش انامل ووايت انامل، ده الانامل بس، متخيل؟ ومنزل كل الالوان اليونيفرسال ده
تمام، من الاول A1 لل A5 وال B1 B2 لحد الفور، ومن السي لحد 3، ومنزل 4 او يعني اوبيك عشان ما تتلخبطش، اللي هي الدنتن شيدز. انت متخيل كميه الالوان دي؟ انا كنت قلت لكم في المحاضره الاولانيه 3 دي كاركترايزيشن، او 3 دي كاركترايزيشن ده هو اللي بنستخدم فيه كل الالوان الكتيره دي. بحاول برضه اوريك الماركت بتاعتك والحاجات الجديده اللي موجوده في الماركت دلوقتي، وبرضه باخدك من تحت لفوق. قلت لكم يا جماعه الستينز دي، السلايد بتاعت الستينز اهي، ادي الانسترومنت اللي قلت لكم عليها، الفيجوره الناحيه الثانيه تمام. وفي ناس بتحب تعملها ببراشز، بس انا ما بفضلش البراشز لانها بالعربي كده بتليط، فما بحبهاش. طيب تراي بولر كونسبت، يعني ايه تراي بولر كونسبت؟ تراي بولر كونسبت تظبط ثلاث حاجات: شيب، كلر، تكتشر. دي اخر حاجه النهارده في المحاضره ان شاء الله. شيب، كلر، تكتشر، تهتم بالثلاثه دول وتحطهم في دماغك. يبقى تراي بولر كونسبت بتاعنا الثلاث حاجات دول. طب ناخدهم واحده واحده كده عشان ما نتوهش. ناخد الاول الشيب بتاعي. الشيب بتاعي متضمن ايه؟ ده كلام سهل وجميل ولذيذ وكلنا بنحبه، الامبروجر بتاعتك، جينجفال وانسايزل. اتفقنا؟ يبقى انا عندي اتنين امبروجر موجودين في الشيب بتاعتي. لما قلت لكم بنعمل فورم كرييشن، هو الشيب ده هو يا جماعه، هي دي الحاجات اللي بنرسمها في الاول. ايه تاني؟ الكونتاكت اريا. الكونتاكت اريا تزيد توسع معايا، الامبروجرز تصغر معايا. الكونتاكت اريا تصغر معايا، الامبروجرز توسع معايا. ايه تاني؟ الترانزيشنال لاين انجلز والسيرفس بلين. عندي ثلاثه سيرفس بلين، واحيانا اثنين بس، بيبقى جينجفال والانسايزر حته واحده، واحيانا بيبقى جينجفال وميدل تمام وانسايزر. في ناس بتسمي جينجفال سيرفايكال عشان ما تتوهش، والترانزيشن لاين انجلز ميزيال وديستال. الترانزيشن لاين انجلز دول مهمين جدا عشان شكل السنان. ايه تاني يا دكتور؟ اعرفه معايا الديبريشنز تمام، اللي هي الاليفيشنز تمام، يعني اسف العكسيه الاليفيشنز، والاليفيشنز اللي هي الفاليز، المرتفعات ومنخفضات، حتت عاليه وحتت واطيه. ده اللي بيساعد بيقسم السنه، بتبقى طالعه عامله ميزيال لوب وميدل لوب وديستال لوب. مش كل السنان كده، بس في سنان هتلاقيها كده. اللون بقى، بختار اللون بتاعي ازاي؟ ركز معايا بقى في الايه، في الحتتين الجايين دول. اسهل طريقه تاخد بيها اللون انك تستخدم كومبوزيت باتون بتاعك، يعني حته كومبوزيت صغيره تحطها على السيرفس بتاعك وتعمل لها كيور، وتعمل لها كيور، باكد تاني تمام، ما تعملش من غير كيورنج، ما تاخدش الشيد من غير كيورنج. لون الكومبوزيت بيغير بعد كيور. والسنة تتاخد في اللايت سورس بتاعك من 5500 ل 5800، اللي هو الدي لايت. ينفع اخده تحت الفلورسنس لايت؟ ما ينفعش. ينفع اخده تحت الاضاءة بتاعت العيادة، او اضاءة النور، او اضاءة اليونت، او الكلام ده كله؟ ما ينفعش. كل ده ما ينفعش. امال ايه الاوبتيمال يا دكتور؟ الدي لايت. الدي لايت خلاص، هتستخدم فيها كومبوزيت باتون تمام، حتة صغيرة خالص كده، نص ملي تمام. ويا ريت السنه يكون قبل الايزوليشن، يبقى الشيت سيليكشن قبل الايزوليشن مش بعد الايزوليشن، عشان السنه تكون هايدريتد فيها الميه بتاعتها ما نشفتش مني. اتفقنا؟ ثانيه واحده ابقى معاكم يا اولاد. معاكم هو يا شباب، بجيب الكومبوزيت باتون تمام، حته صغيره، وبقوم اعمل لها ابلكيشن على الانسايزل ايدج والسيرفايكل. السيرفايكل عشان اخد الدنتن شيد تمام، والانسايزل عشان اخد الانامت شيد. خد بقى عندك الكلينيكال تيب اند تريك ده، دي مهمه قوي 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 وحلوه هتعجبك. في البوستيريور بتاخد الشيدز منين؟ اتنين شيدز يا جماعه. الشيت بتاع الانامل بيتاخد من الكاسب تيب، والشيت بتاع الدنتن بيتاخد من الفيشر نفسه تمام. جرب الطريقه دي، ما تاخدش من السيرفايكال والاوكلوزال، جرب من الكاسب تيب بتاخد الانسايزل تمام، وجرب تاخد الدنتن شيت من عند البيتال فيشر نفسه، من موست ديبست جروف. هتقول لي يا دكتور ما هو انامل، جرب ودايلي. طيب خدنا
الكومبوز بتاعنا، عملنا له ابلكيشن، نبدا بقى نصور كام صوره كده بالايفون بتاعي لو انا معيش دي اس ال ار كاميرا، تمام. والايفون بالذات فيه الخاصيه دي تقدر تظبطها، الصور بلاك اند وايت عشان الفاليو مش عشان الكروما، تمام. ودي اللي بتظبط بيها الشيد بتاع الانامل، الصور بتاعت الكروما اللي هي بتتاخد بالالوان، اللي بتتاخد بالالوان دي بنظبط بيها، اللي هي من السيرفايكال سيرد دي اللي بنظبط بيها الدنتن. يعني انت هتاخد الصوره الاولانيه بالالوان، هتبدا على اساس الصوره دي تشوف الكومبوزيت باتونز بتاعتك، وتقدر تحدد السنه بتاعتك لونها بالظبط من خلال الصوره ده اهي. وبعدين تقوم قالب في الاوبشنز بتاعتك بلاك اند وايت فوتو، ومن البلاك اند وايت فوتو يا سيدي تقوم واخد الفاليو. سهله خالص اهي، واضحه؟ ادي الكروما اهي، وريتها لكم بتعمل ازاي. شوفوا الحته دي يا جماعه، باجي في الاوبشنز بتاعتي بقوم مزود حاجه اسمها ساتوريشن، هتلاقوها في الاوبشنز بتاعت الايفون والموبايلات العاديه عشان تشوف الكروما اكتر. ودي الفاليو، تمام. السليكشن بعملها من خلال صوره ابيض واسود، تمام، بس مش من هنا، الصوره الابيض واسود اللي فاتت اللي هي ده، معلش، بنسميها مونو كروماتيك فوتو. طيب اتفقنا يا جماعة ان عشان اكمل شغلي واطلعه حلو مع الشيت سيليكشن ان انا بلعب بالوان، وبالتالي احتاج معايا حاجة اسمها الانتنسفز، سواء وايت ستين او براون ستين. طيب الانتنسفز دي بتتحط في اشياء كال ايه؟ ممكن كلاود، ممكن باندز، تمام، حسب الحالة، حسب الحالة فيها ايه هتعمل ميمك. سهلة. في حاجة تانية يا دكتور مهمة بالنسبة لنا في الموضوع ده، الاوباليسنس يا جماعه والكاونتر اوباليسنس، الاوباليسنس والكاونتر اوباليسنس، النقطتين دول مهمين قوي. انا قلت لك من شويه هتعمل رولينج لجزء من الدنتن رفيع خالص وتحطه فوق عند الانسايزل، تمام، وبعد كده تعمل تحته الترانسليوسنت عشان تحصل على الفكره دي. فكره الاوباليسنس قائمه على ايه؟ قائمه على ان الضوء لما هيعدي في السنه، تمام، هيظهر اجزاء من السنه لونها بلوش، لونها ازرق، واجزاء من السنه لونها اورنج. هي دي فكره الاوباليسنس، نتيجه اختلاف خواص السنه نفسها، الانامل والدنتن، اللي بيغير حاجات الريفليكشن. الاوباليسنس غير الترانسليوسنسي، عشان ما نتلخبطش، الترانسليوسنسي هي نفاذيه الضوء داخل السنه، ضوء بيعدي جوه السنه، تمام. الاوباليسنس لا، الاوباليسنس افكت بيظهر نتيجة الريفليكشن بتاع الضوء. ما نتلخبطش بقى في النقطة دي، برضو أنا عايزك تفهمها، مش عايزك تحفظ، عايزك تفهم بس. هتفهم، هتعرف تتعامل، هتعرف حتى تحل في امتحانك، هتلاقي الدنيا عندك سهلة، مش عايزك تحفظ حاجة ورايا. الأوباليسنس هو اللي بيعمل الكاونتر أوباليسنس، يعني عشان السنة فيها خاصية الأوباليسنس بيحصل حاجة اسمها كاونتر أوباليسنس. عشان كده أنا هدخل على السلايد دي على طول عشان تفهم منها. الكوباية الإزاز ده هي كلها شفافة، وبرغم كده البوردرز بتاعتها كلها باينة لما صورناها ووقع عليها الضوء، مع إنها عدت الضوء كله، ليه كل الأطراف بتاعت الإزاز ده باين؟ عشان فكرة الكاونتر أوباليسنس، هي دي فكرة الإنسايز الهالو. يبقى الكاونتر أوباليسنس هو الانعكاس للأوباليسنس نفسه، لما الحالة بيحصل فيها أوباليسنس الإفكت اللي أنت بتشوفه هو الكاونتر أوباليسنس اللي هو الإنسايز الهالو. مش عايز ادخلك في فيزياء كتير، وانا ممكن اشرح لك الموضوع بتفاصيل التفاصيل وافهمه لك اكتر من كده، بس انا مش عايزك تفهم كل ده، انا عايزك تفهم انك ازاي تطبق. عايزك تفهم ان الفكره كلها في رولينج للدنتن ترانسليوسنت انامل هتخلق فكره الكاونتر اوباليسنس اللي هو انعكاس الاوباليسنس. مش عايز اكتر من السطرين دول. انا مش بحفظك فيزيكال بروبرتيز، ولا عايزك تبقى متخصص في الفيزياء. يبقى تعريف الكاونتر اوباليسنس دي كاركترايزيشن كورسبوندز للانسايز الهالو، وعبارة عن اوبتيكال فينومينا بيجي من الاوباليسنس نفسها، بس فيزيكالي ات دازنت اكزيست. زي الكوبايه كده، في الحقيقه هي كلها شفافه، في الحقيقه هي كلها شفافه، لكن برغم كده بتظهر البوردرز بتاعتها. مفيش توضيح يعني اسهل من كده. طيب قلت لكم على الكاركترايزيشنز من شويه، التخبيطات اللي انا بعملها في الممبرنز دي عشان تظهر معايا، وبرضه بعيد شكلها تاني بالمنظر ده. وبرضه دي الانتنسيفز تاني، تمام.
ده جزء ترانسيوسنت انامل يا جماعه جاي في الميزيال. انا هنا مش عامل رولينج افكت، مانيش حاطط هنا حته من الدنتال، حطيتها في الديستال بس مش حاططها في الميزيال. كنت بجرب يعني بشوف الشكل هيطلع معايا عامل ازاي لو انا عملت الحركه دي. بص هنا لما باجي اعمل كلر ماب لسنه، عايز اعمل ميمك للسنه جنبي، بشوف الاماكن اللي احط فيها وايت تنت، جراي تنت، اللوب بتاعي مش عارف اعمل ايه بالمنظر ده، ترانسلوسنت مش عارف ايه. هنا اعمل ماب لسنه، ده بيسميه كاستمايزيشن، يعني انا عايز اعمل ريبليكيشن لسنه. الكومبوزيت فينيرز انت بتعمل من كناين لكناين فكل لون واحد، لكن الكاستمايزيشن اصعب من الكومبوزيت فينيرز، انك بتعمل سنه واحده ميمك للي جنبها. برضو دي ماب معموله بتوريك دي المناطق دي فيها ايه ودي فيها ايه ودي فيها ايه، عشان لما تيجي تعمل ريبرودكشن. قربنا نخلص التكتشر بتاعنا، تمام، اللي هو عباره عن السكندري اناتومي والسيرشري اناتومي. السكندري اناتومي يا جماعه الماميلونز، الفي شيبد جروفز، الاثنين هوريزونتال جروفز اللي بعملهم عشان ما تلخبطش، دول السكندري اناتومي. الماميلونز، الفي شيبد جروفز اللي على المثلثات اللي انا عملتها دي، والاثنين هوريزونتال اللي انا عملتهم بالبيريو بير الغواط دول. التيرشري اناتومي حاجتين، بيريكايميتا وفيرتيكال جروفز. فيرتيكال جروفز يا دكتور ما حضرتك لسه قايل في شيبد جروفز. الفي شيبد جروفز دي بنعمل جواها فيرتيكال جروفز ورفيعه كده، مش اساسيه مش مهمه قوي، المهم البيريكايميتا يعني اللي تركز فيها. تمام، ده برضو شكل التكتشر بتاعنا. ولازم تعرف ان الاعمار الصغيره غير الاعمار الكبيره، اليانج تيس تمام غير الاولد انفيديوال، ده حاجه وده حاجه. ما ينفعش تجيب شاب صغير تعمل له شكل السنان زي واحد كبير، الناس الكبار في السن تبقى شكلها مختلف. ادي يا جماعه هنا موضح الماكرو والمايكرو اناتومي اهو، الجزء اللي معمول بالشكل الذهبي الجولدن ده اهو تمام، ده ماكرو اناتومي اللي هو الفيرتيكال جروف. الجزء اللي معمول في السن، اسف، انت هتلاقي عندك المثلثات الكبيره ده ايه تمام، هي الماكرو اناتومي. الحاجات الرفيعه الصغيره ده عشان هي معكوسه في الصورتين، هي المايكرو اناتومي اللي هي الفي شيبد جروفز رفيعه، بس مش عاملها يعني ستريت ستريت، واخدها كيرفات كده عشان يظهر شكلها حلو. وادي البريكايميتا ايه، قلت لكم من شويه تمام، فيرتيكال جروفز في صوره تانية تمام، التكتشر في صوره تانية تمام. اخر حاجه معانا النهارده عشان ننهي ديزاين بريبريشن، انت عندك في الكافيتي بريبريشن كونفنشنال ديزاين، بيفل كونفنشنال، موديفايد كافيتي ديزاين. كل اللي انا شغال بيه ده اهو موديفايد كافيتي ديزاين، الكونفنشنال والبيفل كونفنشنال، عشان الخصهم لك لما تبقى شغال في سيمنتم عندك روت كيرس، يعني انت الحاله فيها مشكله في البوندنج، في الحاله دي بنشتغل كونفنشنال وبيفل كونفنشنال. الموديفايد كافيتي ديزاين على طول بنشتغل بيه في اغلب الحالات. طيب بس كام نقطة كده عايز أوضحها في موضوع الفيشيال واللينجوال أبروتش، أدخل فيشيال ولا أدخل لينجوال يا جماعة؟ تمام؟ أوعى تدخل فيشيال أبروتش لما يكون الكيريوس ليجن بتاعك موجود لينجوالي، حرام عليك، ما تدمرش السنة. يعني أنت لو عندك السنة موجود فيها الفيشيال بتاعك انتكت، تمام؟ والليجن قادر تدخل له لينجوال، سيب الفيشيال. إنك هتحصل هنا على كل الأدفانتج بتاعتك، استاتيك أحلى، كلر بيندنج أحلى، الديسكالريشن مش هيبان، ما انتش محتاج تشيل اي ان سبورتد انامل في المشكله دي. الليبيال ابروتش بتدخله في الاربع حالات دول، لو انت عندك السنه جايه ليبيال تمام فيها كيرز، لو انت عندك اولد ريستوريشن قديمه، لو السنه مايله يمين او شمال تمام، او الكيرز اوريدي بتاعك مغطي السنه كلها، يعني جاي من ليبيال على اللينجوال جاي كله على بعضه. الحالات ده هي اللي بتستغني فيها الليبيال ابروتش. خلاص الاجزاء الباقيه دي انا كنت قلت لكم قبل كده مش مهمه بالنسبه لي قوي تمام. في ديزاين يا جماعه اسمه سكيرت بيفل ديزاين، ديزاين اسمه سكيرت بيفل، يعني بتعمل شامفر بريباريشن حوالين السنه كلها. ميزته وعيبه، ميزته ديورابيلتي، بيدي سكنس حلو للكومبوزيت بيعيش كتير. عيبه باد جدا في الاستاتكس، ما بيديكش شكل حلو لانه عامل شبه الفينش لاين. شكل الديزاين التاني بتاعي بيفلت، البيفل بتاعي يا جماعه بيبقى بديل للشنفر عندي. الدبس بتاع البيفل طوله قد ايه؟ اكوردنج تو لوز تو ستراكشر. الميل بتاعي قد ايه؟ 30 درجه، يعني انت لو عندك ميز تو ستراكشر 2 مللي يبقى البيفل بتاعك 2، ميز دي 3 يبقى 3، ميز دي 5 يبقى 5.
تمام، يبقى قد لود ستراكشر الزاويه بتاعته 30. في تفاصيل كتيره منها شكل البيفل، سام بيرست ولا سكالوبد ولا كلام من ده، مش عايز ادخلك في تفاصيل. اعمل اي بيفل، ده الشنفر ديزاين اهو يا جماعه، ده اسف السكيرت تمام او الشنفر، شايفين بيبقى عامل ازاي، وده البيفل العادي. ادي المنطقه اللي بعمل فيها بيفل اهي زي اللوست ستراكشر، ادي ديالو بير بميله بمنتهى البساطه كده وبعمله بيها، وبعد كده برجع انعمه بديسك عادي خالص بتاع تور في ام عشان يبقى ناعم معايا اصفر مش ابيض. وبعد كده خلصت. خلاص يا ولاد كده، الحمد لله على السلامة. انا معاكم في اي اسئلة، قولوا يلا انا معاكم. ناخد بقى الكومنتات. في واحد بيقول لي جاي البلاي ستيشن يا كبير، انجزوا يا رجاله عشان انا عندي ماتش بلاي ستيشن النهارده والرجاله هتتقطع. فيلا. اللي بيسأل على عبده وكمال ده، الله يبارك فين يا عبده. ينفع اسأل سؤال مهم قوي لو سمحت؟ ما تسأل يا ابن حد ماسكك يا ابني. انتوا مشكلتكم بس يا جماعة ان انتوا مستعجلين، مش انتوا حضرتوا اللايف وفهمتوا الدنيا؟ ركزوا في اللايف خلاص، بس الموضوع بسيط، it is very simple يعني. ركزوا في اللايف، ركزوا في الكلينيكال تيبس اند تريكس، السلايدز الباوربوينت اللي انا اديته لكم، والسورس بتاعكم اللي هو البي دي اف اللي هو اللي انا بعته لكم، اقراوه. انا عايزكم تقراوا بس وتفهموا، انا كلمتي واحده، اقراوا وافهموا كويس، بس عايز الناس تبقى فاهمه المنهج، مش عايز الناس تبقى حافظه حاجه. افهم الدنيا وتعلم صح، ده المهم عندي يا حبيبي. بعد كده الموضوع سهل، مساله الامتحان والكلام ده دي سهله خالص ان شاء الله، وكل حاجه بتيجي دايركت واضحه من السورس بتاعك. احنا ملتزمين بالبلو برنت، ملتزمين لازم المحتوى يجي من الحاجه اللي اتشرحت. طبيعي ان انا مش هجيب لك حاجه من بره اللي احنا شرحناه، اللي احنا قلناه يا ابني هو اللي هيبقى موجود، فما تقلقش. دكتور هي البلت اللي بتلزق في اللينجوال سيرفس ازاي؟ يعني نعمل ايش؟ انت بتقوم حاطط بوندنج على السيرفس بتاعك تمام، بتاع التو ستراكشر، بعد طبعا تكون عملت اتشنج، ده اساسي انك شغال على انامل، فعملت سيلكتيف اتشنج للانامل، وبعد كده عملت البوندنج بتاعك، حط البلت تشيل واعمل كيورنج، فك الاندكس هتلاقيها مسكت. يا دكتور ممكن حضرتك تقول الفرق ما بين الموديفايد ديزاين والبيفل ديزاين؟ البيفل بيفل كونفنشنال، بنعمل كافيتي ديزاين كونفنشنال ونعمل له بيفل. الموديفايد ديزاين مفيش فيه اي كونفنشنال، يعني بتمشي مع الكيرز بس تمام. فانت هتلتزم في اغلب الحالات بالموديفايد كافيتي ديزاين. يا دكتور هو اللون الازرق اللي في الصوره ده، الدكتور بيسال هو اللون الازرق في الصوره ده افكت ولا ستين؟ لا ده افكت مش ستين والله، ده الافكت فعلا. دكتور ممكن حضرتك تعيد نقطه السيبريشن بالوجه؟ حاضر. انت عشان تعمل، عايز تطلع كونتور مظبوط تمام، بتحط بند عاديه، بعد ما تحط البند العاديه بتستخدم دايموند ويدج عشان تقفل كويس. لو انت شغال على سنه مفيش فيها كونتاكت واحده،
يعني بمنتهى البساطه كده، انت مثلا شغال سنترال بس مفيش لاترال، في الحاله دي لازم تعمل ويدن ويدج عشان تعمل سيبريشن. طب انت شغال على السنترال ولاترال، الديستال بتاع السنترال وشغال مع الميزل بتاع اللاترال، الديستال بتاع السنترال يتعمل بدايموند والميزل بتاع اللاترال يتعمل بودن، لان الدايموند ما بيعملش سيبريشن، اللي بيعمل سيبريشن الودن بس. ما المشكله انه سيمبل يا دكتور؟ خليك في السيمبل يا عم عشر، انتوا اشتغلوا سيمبل. يا انا يا انت اشرف في اللايكات. ماشي يا انا. يا دكتور السورس كبير جدا والبار والشرح زيادات كتير. انا ما طلبتش منك اسماء غير انك تقرأي، جاست ريد، ريد ات ويل. صعبه دي، اقرأي بس، اقرأي تمام، قراءه كويسه، قراءه فهم مش اكتر، انك لازم تبقى قارئين كويس، مش عايز منك اكتر من كده. وافهم اللايف، ايه الصعب في كده؟ لا طلبت منك تحفظي حاجه ولا ترصي داتا، تمام، انا عايزك تفهمي. لو فهمت السورس بتاعك هتعرفي تحلي وتبقي زي الفل. يا دكتور لو سمحت، ازاي اطلع حالات زي الدكتور اسامه شعلان؟ انا مش من الطلبه عند حضرتك، لكن شغلك الله يكرمك يا حبيبي. اسامه شعلان يا ابني، انا نفسي مش عارف اطلع الشغل اللي زيه. اسامه شعلان ليه بروتوكولات معينه في الشغل، الماتيريالز اللي بيستخدم بيها عاليه شويه، والفينشنج والبولشنج بروتوكول بتاعه عالي شويه، تمام. فالفينشنج بولشنج الكيتس بتاعته، خش على اليوتيوب اتفرج على الحالات بتاعته، هتلاقيه بيستخدم حاجات معينه. انا حقيقه يعني بحاول ان شاء الله الفتره الجايه نجيب الفينشنج والبولشنج كيتس دي من بره مصر ان شاء الله. لما توصل هصور لكم فيديو ازاي الليفل ده بيطلع، لانه برضو عنده امكانيات مش عندي. الكيس اللي بيبقى فيها مالتيبل كافيتيز ومحتاجه كومبوزيت فينيرز ومعاها مثلا كلاس 3 او كلاس 5، هتصرف ازاي في الجزء بتاع البيلد اب والشيتس؟ بص يا دكتور، هي دي موجوده في محاضره الليرنج. اي كافيتي ثرو تو ثرو كافيتي، يعني منفذ من البلاتال تمام لليبيا، يعني من بره لجوه، هيبان فيه التانج او اللثه او الجينجفا او الكلام من ده، يعني هيبان فيه اسمه ثرو تو ثرو كافيتي. لازم تحطي في الحالات ده اهي اكتر من شيد، يعني تستخدمي دينتين شيد عشان تعملي ماسكينج للجزء اللي جوه. اي كافيتي معمول عندك كونفايند ماهوش ثرو تو ثرو كافيتي زي كلاس 5، يعني متغطي من ورا، ممكن تستخدميه في مونو شيد بس. خشي عندي على التايم لاين، ارجع ورا، دور على محاضره الليرنج، هتلاقي فيها الموضوع ده بالتفصيل. يا دكتور لو انا بفنش شلت بزياده غصب عني وعايز اضيف، بحط بند واضيف لير على طول من نفس نوع الكومبوزيت وفي نفس الجلسه، هتعمل اتشنج عشان تنظف بس للتنظيف مش اكتر، وممكن ما تعملوش، وبعدين تحط بوندنج من غير كيور، وبعدين تحط عليه كومبوزيت، ما تعملش كيورنج البوند. هعمل لك بلوك اشرف انت وزميلتك. دكتور هل بنعمل كاونتر بيفل انتيريور تيست فور بليندنج اوف كومبوزيت ان باتل شيل ويز توز ستراكشر؟ كاونتر بيفل قصدك يكون سكرت من ناحيه البلاتال؟ اه، لما بيكون السكنس، لما بيكون المنطقه محطوطه في ستريس بيرنج اريا، يعني بنخلي العيان يعض في اوكلوجن. لو العيان لقينا عض في اوكلوجن والمنطقه بتاعت المارجنز هتبقى موجوده على المارجن بتاعتي، بستخدم كاونتر بيفل ناحيه البلاتال. حلو السؤال ده. رأي حضرتك في الأومني كروما، هل بتعمل ميمك للكالر؟ فعلا بتعمل في حالات الكومبوزيت فينيرز جميلة، only to be confined in a full cavity، يعني ما يبقاش through to through. الأومني كروما في through to through very bad. في يا دكتور هاند اوت نزل في المكتبة، ده معانا سورس الامتحان ولا ايه؟ just read it good وافهمه كويس، اقرأه كويس وافهمه كويس. السورس يا دكتور كبير جدا، 40 صفحة المحاضرات، اقرأوه كويس يا جماعة، بس just read it. يا دكتور أنا بحبك أوي. أنا اللي بحبك والله، الله يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. إيه أفضل نوع كومبوزيت خصوصا في المانيبيليشن؟ معاك فلوس يا أكرم، جي سي تمام، السرنجة بألف جنيه. طالما كتبت كلمة أفضل دي. دكتور لو سمحت، إيه أكبر ديجري ممكن أميل 20 درجة؟ ما تميلوش خالص، هو هيميل لوحده، خليه 90 درجة وما تميلش، تمام. انا ما بحبش اقول كلمه تمييل دي اصلا. دكتور هو الجينجيفال زينس في اللاترال اكسس بتاع الديستال ايه؟ الجينجيفال زينس في الديستال بتاع اللاترالز بيبقى مايل ديستال قوي عن السنترالز والكلاين كمان. دكتور نستغل اللايف في سكاشن الاسبوع ده، الاسبوع ده اخر اسبوع للسكاشن يا جماعه، بناء على تعليمات رئيس القسم، تمام، يوم الخميس اخر يوم ان شاء الله.
ينفع اخد البلاط الشل من غير مبني بأولد كومبوزيت دي؟ ينفع اخد البلاط الشل من غير مبني؟ امال هتعملها بايه؟ انا مش فاهم برضو. يعني انت عايز تعملها فري هاند؟ اه ينفع فري هاند بس ما تطلعش مظبوط. السورس ده البار ولا الكتاب؟ ريد ذا بوك جود. تمام، افهم افهم الباور كويس، مش عايز اكتر من كده. يا دكتور انا سألت سؤال حضرتك مش فتوش، انا طب فاني. طب اساله تاني معلش يا صبري، انا اسف انا هجاوبك عليه والله. الكومبوزيت فينيلز ازاي بعمل ريتنشن الجروفز والبيفل بتبقى شكلها ازاي في الكومبوزيت فينيرز؟ الريتنشن بيجي من الادهيجن يا جماعه، من اللزق. ما انتش بتحتاج تعمل جروفز خالص، تمام؟ هيجي من الاكسبوزد انامل سيرفيس اللي انت لازق عليه بمنتهى البساطه. شوف قد ايه من الانامل، كل ما يزيد الانامل كل ما هيزيد بوند سترينث بتاعتك، عشان اسهلها لك خالص. مفيش ريتنشن بيجي من جروفز ولا بيفل حتى، يعني هو الانامل انت مجرد ما تشيل الابريزماتيك لاير بديسك بقى بيمسك خلاص. امتى يا دكتور يحصل ديسكالريشن في الكومبوزيت في الكلاس 5؟ هي اسباب الديسكالريشن في كلاس 5 كتير قوي، بس لو عايز حاجه يعني واضحه قوي بتعمل ديسكالريشن لما بيكون البيفل صغير او قليل قوي والمارجنز بتاعتك واضحه، يعني انت عامل بتبقى بات جوينت، اه بتعمل ديسكالريشن. اسأل السؤال تاني يا اكر. يا دكتور انا بحبك زي رزاق. لا احنا كده الناس يا ابني مش هينفع كده، عيب كده. بحبك بقى. احنا كده هتحرجني معاك، وانا بحبك يا اشرف انت كمان. وانا يا دكتور زي اشرف ورزاق. ماشي يا عم عمار، ليه مش بنعمل كيور للبوند لما بنعمل ريبير للكومبوزيت؟ بص يا دكتوره، مدرسه الريبير دي اربع مدارس كتير قوي، تمام؟ هل ان انا لو عملت كيورنج للبوند من غير ما استخدم كومبوزيت مش هيمسك؟ لا هيمسك، بس في بيبر مكتوبه لقوا ان اعلى بوند سترينث بتحصلي عليها لما بتعمليش كيورنج للبوند، نتيجه انه بيزود الانفلتريشن بتاع البوند ما بين طبقه الكومبوزيت القديمه وطبقه الكومبوزيت الجديده، تمام؟ هتلاقي ليها مدرسه طويله قوي، لكن هو دي احسن. لكن انت لو عملت كيورنج هيمسك برضه. دكتور ممكن الجزء بتاع الكاونتر بيفل تاني؟ كاونتر بيفل يعني شامفر فينيش لاين يا جماعه، بجيب ارتكليتنج بيبر وبقوم عامل حاطط ال بسم الله الرحمن الرحيم ارتكليتنج بيبر، واخلي العيان يعض في الاوكلوزال، تمام؟ وهتعلم معايا في نقطه، هبص على المارجن بتاعتي، العيان عض بان معايا مارجن بتاعتي وليكن جت، لقيت على حظي ان المارجن بتاعتي بتاعت الريستوريشن هتتحط في ستريس بيرنج اريا، منطقه ضغط. الاستريس بيرنج اريا ده اهي، لو لقيتها موجوده في منطقه ضغط ما ينفعش اعمل بيفل في المكان ده خالص، لازم اعمل فينش لاين، شامفر فينش لاين، بيبقى فينش لاين صغير كده نص ملي عشان ما تحضرش تحضير كراود. وصلت دي ولا لسه؟ قول لي سمحتك يا هدى في المايك. لا يا هدى مش مسامحك. طالما على العلني كده، خلينا بقى الناس تتفرج علينا. ايه رأي حضرتك نعمل هيتنج للكومبوزيت بحيث يبقى سهل في المانيبيليشن؟ اي ريكومند هيتنج. رسالة الدكتوراه بتاعتي كان على البري هيتنج، انا بحب البري هيتنج. يا دكتور مفيش فلوس والله، خلاص بنشحت. اهلا يا ترد. وانا مالي انا يا ابني، وانا مالي انا عايز اعلمك. اعمل ايه؟ تعالى لو ناقصك ماتيريال خدها من عندي من العيادة. دكتور لو سمحت، لو في ريستوريشن قديمة وفتحت كلاس 4 بين التو سنتر، اتأكد ازاي من ميج ديستال بتاع كل سنة ما زادش ولا اتغير وانا بشتغل؟ بص انا بشتغل بالديجيتال سمايل ديزاين، لكن لو انت مش هتعرف تعمل ديجيتال سمايل ديزاين بتستخدم البرودونتال بروب العادي في الدايمنشن، او هتجيب ورقة رسم بياني اللي كنا بنشتغل بيها واحنا في الابتدائي ده، فاكرها؟ وتقوم قاطع منها حتة وحط عليها سلوتيب كده عشان تبقى نظيفة، اللي كنا بنقيس بيها طول الشمع، وتقوم حاططها على بق العيان وتقيس بيها كويس قوي، هتطلع معاك شغل حلو، ملاش حل غير كده. ممكن تسيب اللايف يا دكتور؟ حاضر، عينيا حاضر. مفيش أي حاجة اكسكلوسيف، المحاضرة كلها اكسكلوسيف بس انتوا اللي نايمين. ازاي اعمل الهيتنج للكومبوزيت اخليه سهل؟ عندي نوع كومبوزيت. بصوا الهيتنج يا جماعة ليه ديفايس، بري هيتنج ديفايس بتاع الكالسيت، تمام؟ ده بيسخن. بتاع السيرما فلو ده بيسخن، بس انا هسهلها لك لو انت مش هتقدر على التكلفه دي. في جهاز كده بيسخن الكومبوزيت، تمام؟ عارفين الجهاز اللي بيسخن الشمع؟ جهاز كده بيتباع في المحلات بتحط فيه الشمع يتسخن، ممكن تجيبه بس بيبقى فيه ميه، فهتحط الكومبوزيت جوه حاجه كيسه
عشان الميه ما تعملوش كونتامينيشن، تمام، وتسخن جواه. دي حاجه ببلاش كده يعني. طب يا دكتور الديسكالريشن بيكون لونه ايه لو مثلا ما كانش كفايه؟ لانه لا، الديسكالريشن بيبقى لونه، لا انت بتقولي فيه لونه بينك، البينك ده بلاد غالبا يعني، بس الديسكالريشن بيبقى لونه براون في الغالب يعني. طيب بما ان افضل نوع حضرتك وديتك فكره غلط عني، افضل نوع قيمه مقابل سعر، التوكوياما الفا سعره مناسب مع القيمه، وانا بحب اعرف اسئله الامتحان. نجوى توكلها على الله يا نجوى، مش يا نجوى روح من هنا. هل لو عملنا فري هاند الاثنين سنترال كلاس 4 واتقفل الكونتاكت بينهم مش بيدخل خط اسنان حتى، هل نفتح بينهم بالبيبر ولا لازم كله يتشال ويتاكل؟ هتفتح بينهم وتعمل ريبير للجزء ده، بس لازم تفتح ما بينهم بالبير او بالديسك وترجع تعمل ريبير لكل جزء ده، بس كأنك بتعيد من الاول عشان تريح دماغك، الموضوع صعب. مفيش حاجه مناسبه فوز الارجنتين يا دكتور؟ لا انا اصلا ما اتفرجتش على الماتش يا ابني. بعد ما بعمل بولشنج بتغير، هل ده عيب كومبوزيت ولا سبيد؟ اه لا طبعا ده عيب في الفينشنج نفسه، هيت جينيريشن هيت جينيريشن هيت جينيريشن، تولد درجه حراره عاليه قوي، خف السبيد، خف حط ميه انترميتنت كل شويه كده، حط نقطتين ميه تمام، وخف السبيد شويه. وتشتغل في اتجاه واحد زي ما قلت في المحاضره، مش في اتجاهين، كلوك وايز في نفس حركه اتجاه السنه، ما تعملش كلوك وايز انتي كلوك وايز. هو في حالات كلاس 4 لو اكستنسيف انفولفنج لارج اريا اوف توس ممكن اضطر فيها ان اكملها كومبوزيت فيني. اه ممكن، ممكن جدا، ايه المشكله؟ لا اعمل كومبوزيت فينير، الاكستنسيف كلاس 4 اعمل كومبوزيت فينير، بس هتضطر يا منى تاخدي السنه اللي جنبها، تمام، في اغلب الاحوال. الواكس هيتر مروه، هو اصلا الواكس هيتر ده مروه يعني، هو فيمينيم يعني، بتاع البنات مش بتاع الولاد، فانت المفروض اكتر حد انت اللي تجاوبيني على السؤال ده. واكس هيتر سخان شمع، هو اسمه كده والله، ما ملوش اسم تاني، بينزل منه نوع صيني كده ب 600 جنيه، حلو. ارمي الشوفه ولا ايه؟ لا الشوفه جميل، بيوتيفول تو، ده انا بعشق البيوتيفول تو، ماله الشوفه زي الفل. بس انت سألتني على النوع الافضل بالنسبه لي انا. مفيش سؤالين على كده علينا ولا حاجه يا دكتور؟ توكل على الله يا بكري، اطلع من اللايف يا بكري، يلا روح. والله يا جماعه لو ركزتوا في المحاضره مش هتحتاجوا تسألوا الاسئله دي. والله حضرتك متربي مرتين يا دكتور، قول لي سمحت هدى في المايك مش عارفه انام. لا خليك، انا مش هخليك تنام، خليك صاحيه كده عشان دي بتقليش عليا. طب يا دكتور معلش، هما كانوا ايه؟ يعني البلاد كونتامينيشن حصل في السنتين؟ طب ما تصورها لي يا علا وابعتها لي وانا اقول لك ده ايه وانا اريحك. صوري الحالة بس وابعتها لي وانا اريحك من الدنيا دي بأي صورة موبايل، بس هو يعني في جميع الحالات هيتعمل ريتريتمنت يعني. طيب لو حبيت ازود كومبوزيت في فيزيت تانية، لا هتزودي كومبوزيت في تاني فيزيت تانية، خدي بقى عندك الابليكيشن بقى، هتستخدمي اسيد اتش تنضفي بيه السنه بتاعتك، وبعد كده بشرط انك تكوني عارفه نوع الكومبوزيت، ان نفس نوع الكومبوزيت او كومبوزيت فيه ميسي اكريليت، تمام، وبعد كده تستخدمي سايلان، تمام، سايلان كابلنج ايجنت على السيرفيس بتاعك، وبعد كده تستخدمي اديهيسيف في ام دي بي، يونيفرسال اديهيسيف، اتفقنا، في ام دي بي. دكتور لو احتجت ازود كومبوزيت في فيزيت تانية بعد اسبوع او اسبوعين مثلا، ممكن اتعامل معاها بنفس طريقة البوند من غير كيورينج ولا لازم اشيل ريستوريشن؟ اما انا لسه جاوبت عليها كلها اهي، سايلان يونيفرسال اديزيف في ام دي بي، وحتى الاولانية دي يونيفرسال اديزيف في ام دي بي برضو. يا دكتور انا مش مرتاح لموضوع الاوباليسنس، ممكن تعيده على السريع؟ مش عايزك يفهم ده ابني، تفهم فيها غير حاجتين، اوباليسنس كاونتر اوباليسنس، اللي مسؤول عن كاونتر اوباليسنس هو الانسايزر هالو، تمام، يعني اللي بيعمل انسايز الهالون كاونتر باليسس، مش عايز منك اكتر من كده. ايه رايك في الجي سي كومبوزيت؟ ينفع واحد مبتدئ يشتغل بيه؟ تحفه بصراحه، تحفه، اشتغل بيه مونو شيدز، اه هو بس مشكلته انه غالي، بس انا بعشقه، وشوفه برضو جميل، وتوكوياما برضو جميل.
طب دكتور لو سمحت اللو سبيد اظبط الار بي ام ازاي في الشيء؟ ما اللو سبيد اه اليونت على ادابتور اه الضغط هتظبط الضغط. بص يا سيدي ما تيجي تلف البكره كلوك وايز انتي كلوك وايز تمام، ربع لفه او تمن لفه، لفه صغيره كده بتديك 1000 ار بي ام، ربع لفه 3000 ار بي ام، نص لفه هتديك 12000 ار بي ام، اللفه الكامله هتديك 25 تمام. بس الار بي ام هنا بيعلى ويوطى لان الضغط بيعلى ويوطى. طيب عايزين امثله لطريقه السؤال يا دكتور. بصوا هو الاسئله، هو طبعا الاسئله مع الديد مش تخصصي، ده تخصص رئيس القسم وكده، بس انا هديكم مثال يعني في الفكره العامه عشان ما تصعبوش الامور على نفسكم وتخفوا الاسترس ده. بمنتهى البساطه كده مثلا هنجيب مثلا مثال، مثلا وليكن البيفل بتاعنا بنعمله قد ايه تمام، قد لوس تو ستراكشر، اكتر من لوس تو ستراكشر، اقل من لوس تو ستراكشر، اول اوف ذا اباف مثلا. شفتوا سؤال هايف ازاي؟ الاجابه بتاعته قد لوس تو ستراكشر مثلا يعني. فانا قلت لكم الحاجات دي هتيجي ان شاء الله، ما تقلقوش منها يعني، ما توترونيش الله يكرمكم يعني، أنا الموضوع هيبقى سهل، ما تصعبوش الحكايه عليكم. حبيبي يا محسن الله يكرمك الله يكرمك، ما تحرمش منك ابدا يا محسن. فالموضوع بسيط، ما تاخدوش الموضوع على اعصابكم. وليكن مثلا برضو ندي مثال، مثلا الباتون، مثلا الباتون مثلا انا لو خدت الصوره مثلا وانا هخليكم انتوا، انا هسالكم سؤال وانتوا اللي تجاوبوا لي. لو انا مثلا عملت الباتون بتاعي مثلا وخدت صوره بتاعت الكالر، الصوره الكالرد وبزود فيها الساتوريشن، دي بقيم فيها كروما ولا فاليو؟ جاوبوني يلا. اهي انا هبص على الكومنتات، انتوا لسه حاضرين المحاضره حالا اهو. اه جدع مصطفى، جدع امان. صعبه دي، محتاج بقى لخبط لكم الدنيا، مش بيستاهله يعني. انا هي ان شاء الله الدنيا هتبقى اسهل من كده كمان، انتوا بس ما تصعبوش الامور على نفسكم. انا عايزكم تفهموا، تقراوا السورس بتاعكم المصدر الاساسي، وتقراوا السلايدز، وتسمعوا اللايف بس. خلاص مصر كلها بتقول كروما، عرفنا انها كروما خلاص، هو الموضوع هيبقى ايزي يعني ان شاء الله. دكتور ممكن تسجل؟ هو انا المفروض اشيل التسجيل، انا المفروض ان انتوا ريسبكت ماي تايم وان انتوا موجودين وحاضرين، بس يعني جدعانه مني هسيبها. أسماء مش هجاوبك يا أسماء. كمان واحدة والنبي يا دكتور. لا ما مش هينفع دكتور. ممكن تقول كده تاني أنواع الكمبوز اللي بنستعملها عشان الميميك الانسايزر؟ الهالو تمام، دينتين شيد على الانسايزر، بنعمل لها رولينج بشكل رفيع كده، هحاول ابقى اعمل لكم لايف ديمو على الموضوع ده ان شاء الله فيديو تمام، تحتها ترانسليوسنت انامل بس كده. سيبها يا دكتور انا جاي لك من مصر، انت على راسي يا اكرم. الله يكرمك يا هنا والله، دايما رافعه من الروح المعنويه كده، انت مميزه عندي والله يا هنا، دول عن اي حد. لا بهاء سلطان خلي بالك كان لوي وشه في الفيديو، في الفيديو كليب، وكان مزاجه وحش وجايبينه غصب عنه عشان اترفع عليه قضية كتير، وعشان حاله كان واقف، عشان كان مضى عقد مع الراجل اللي معاه ده اهو باحتكار، عشان تبقى عارفة يعني يا هدى. وديك كانت شايفة في الفيديو كان عامل ازاي. والنبي لو اشتريت لي دبدوبة يا عم اشرف هيحوق معايا، مش شوية لفات.
اديلكم انا سؤال. كومبوزيت بوتوم از يوزد اندر داي لايت اند وذاوت كيورينج. الجملتين صح والجملتين غلط. طب والله حلو، والله هو قال سؤال اهو عشان تعرفوا بس ان انتوا مش مشغلين دماغكم. طب والله ده سؤال جدع يا محمد، بس اهو ينفع ناخد اهو. قال لكم هو شغل دماغه يا جماعة. الموضوع سهل، الموضوع سهل جدع يا محمد. انا فخور بك يا محمد، انت ريحتني والله يا محمد، حسستني ان في حد فاهم. البكري بيقول لي ممكن يا دكتور تاني لو هزود كومبوزيت على واحد قديم اتشنج، بس ده مش اساسي. اتشنج بنعمل عشان ننظف بس، ممكن نستخدم ديسك كده سريع لونه ازرق لنعمل بيه الكومبوزيت بتاعنا قبل الفوسفوريك اسيد، بعد كده السايلان كابلنج ايجنت تحطه على السيرفيس بتاعك لمده دقيقه، بعد كده تستخدم ادهيسيف بتاعك من غير كيور او بكيور دي سيان بيبر زائد 2 1 في الحته دي تمام، ويكون الادهيزيف في ام دي بي، وبعد كده تحط عليه الكومبوزيت بس كده. ما هو متصالحة يا نجوى بالعافية، بس سيبك من الكلام ده، ما تصالحوش ولا حاجة. طب ليه السايلان؟ بتشغل دماغك يا بكري، هتقعد تقرفنا بقى بتشغيل دماغك يا بكري. السايلان اسمه سايلان كابلند ايجنت، بيربط ما بين حاجة وحاجة. فكرة الكومبوزيت القديم ان السايتس بتاعت البوندنج ما عادتش موجودة غير الكومبوزيت اللي انت لسه حاطه دلوقتي. الكومبوزيت اللي انت حاطه ده بيبقى لسه فيه فري راديكلز تقدر تمسك عليها، الكومبوزيت القديم ما عادش فيه فري راديكلز، الصيلان هيخلق لك الفري راديكالز اللي هتمسك عليه. بلاش حاجات الكيمياء دي، بس عيب عليك انا مصحصح لك يا بكر. دكتور لو سمحت، لو كنت بتستخدم تترك ان بس الابلكيشن بتاعه كان وحش وحسيت رايك كمان بيه ده عادي، ينفع احط نوعين كومبوزيت شركتين في نفس الكافيتي بس في نفس الشيد؟ ينفع لو الاثنين ميسا اكريليت او الاثنين سيليران بيزد، لكن لو واحد ميسا اكريليت وواحد سيليران بيزد يعني اختلاف في الماتريكس سيستم هتبقى مشكلة، ما ينفعش تمام، لازم الاثنين يكونوا نفس الماتريكس سيستم. خلاص كمان والنبي واحدة يا دكتور محمد، قول لهم على الامتحان يا دكتور محمد. وبعدين مش انا قلت لكم يا جماعة الامتحان مش معايا، الامتحان مش معايا، الامتحان مع رئيس القسم الدكتور اشرف تمام. انا بعمل ريفيجن عشان افهمكم الدنيا العامه بس، دكتور اشرف رئيس القسم استاذي واخويا الكبير هو اللي ان شاء الله هيبقى مسؤول عنكم، ومفيش اطيب في الدنيا من الدكتور اشرف. كمل يا محمد. بس يا رزاق ابو تسان طويل، هو بيبقى مكتوب عليه ميسا اكريليت ولا ايه؟ اكيد مش هيبقى مكتوب على العلبه من بره، افتح البروشور هتلاقي الماده الفعاله اللي فيه شغال بايه تمام. او كل ماتيريال يا جماعه بيبقى هو معروف الماتيريال دي بتبقى بيزد على ايه، يعني مثلا ال وليكن التترك ام ميسا اكريليت وفي انواع معينه بتنزل منه السيدوران بيز، لا بيبقى مكتوب في البروشور بتاعه لازم تبقى عارف، بس اغلب الحاجات ميسا اكريليت عشان تريحوا دماغكم. خلاص يا جماعه ننهي على كده ولا في حاجه، في اي حاجه مهمه؟ اجمل من السنه اللي فاتت كمان ان شاء الله. اقراوا افهموا كويس اتعلموا كويس، انا مش عايز منكم اكتر من كده. مفيش سرنجة كومبوزيت دي ولا حاجه يا دكتور، مش يا بكري ولا سرنجه ولا اي حاجه، انتوا جايين هنا تشحتوا.
توكل على الله. و برضو يا جماعة مش عايزين منكم غير دعوتين حلوين، ادعوا لنا بس الله يكرمكم. تمام، الواحد بيعمل الريفيجنز دي عشان خاطركم يعني. اي علم، اي حاجة فيها ساينس حاولوا تعملوا لها شير دايما ولايك دايما، الحاجات اللي فيها ساينس عشان توصل لكل الناس. انا ببقى حريص ان الحاجات دي توصل لكل الناس، فشكري مش انك تقولي شكرا، شكري انك تعمل دايما شير ولايك للحاجات العلمية بس. انا مش بقول لك اعمل صورة شير على صورة فرحي، لا، الحاجات الساينس بس، عشان انا ببقى حابب الحاجة دي توصل لكل الناس، اني بتعب فيها قوي عما بجهز المحاضرة والسلايدز والبرزنتيشن، وبفضي نفسي وقت ان انا اشرح، ببقى عايز كل الناس تستفيد بالكلام ده، فمش خسارة فيها يعني الشير واللايك يعني. بس ده طلب الوحيد منكم في الحاجات العلمية بس اللي فيها ساينس. تمام حبيبي يا أشروف، والله يكرمكم يا جماعة، و ليلتكم سعيدة. تمام، و always trust in your doctor، مش هقول أكتر من كده. حفظ الله يا ولاد.